نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الرائعون المتميزون رواد أكاديمية ملتقى الدارين. بقدم شكري في البداية للمسؤولين عن الأكاديمية، جزاهم الله وإياكم باللي بتقدمون الناس. احنا في دورة أو دبلومة التأهيل لسوق العمل، النهاردة اليوم الثالث أو اللقاء الثالث لينا مع بعض، هتكون عن إدارة الوقت. في البداية بشكر الناس كلها اللي بعتت لي الواجبات الخاصة بالسيرة الذاتية. يا ترى حد بعت لنا السيرة الذاتية وما ردتش عليه، ولا عملنا التعديلات؟ كان ليها ملحوظات، يعني في ناس بعتت السيرة الذاتية من غير ما تطبق اللي احنا قلناه، بمعنى ان في ناس كانت مجهزة السيرة الذاتية بتاعتها ومجرد ما ادينا الدرس بعتت لي السيرة الذاتية من غير ما تعمل التعديلات اللي قلنا عليها. نراجع تاني القواعد اللي احنا قلناها في المحاضرة. ام فاضل بتقول هي يا ريت حضرتك تبعتيها لي تاني وتتأكدي انها وصلتني، انا كل السيرة الذاتية اللي وصلتني انا رديت عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك استاذ ياسر. طيب استاذن حضراتكم اللي ما وصلوش، امل كمان اللي ما وصلوش رد يتاكد ان هو وصلني، لان انا فتحت الايميل وفتحت الحساب اللي واصل عندي الاثنين برد عليه واحد واحد بالظبط. العربي اريال 16 والانجليزي 14، نتاكد بس من اللي احنا قلناه ونتاكد من الترتيب كمان اللي احنا قلناه، لان انا شفت البعض بيدرك الهوايات في البداية. احنا قلنا تعالوا نبدأ دورتنا النهاردة. دورتنا هتكون، طيب هراجع تاني يا أستاذة حنان، هراجع تاني الإجابة، هراجع تاني الإيميلات مرة تانية، ممكن نرسلها مرة تانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دورتنا النهاردة هتكون عن إدارة الوقت. طيب ممكن في الإدارة بس إن الشرايح ليه مش بتقلب معايا؟ ممكن نحرك الشرايح. في البداية هنتكلم عن النهاردة هيكون معانا إدارة الوقت. عايزين نعرف، أشوف توقعاتكم. يقول لي وقفة، حاول تدون لي ايه اللي متوقع ان حضرتك تستفيد منه بعد البرنامج، ازاي نستغل وقتنا. جميلة أستاذة سارة، ازاي ننظم الوقت، تنظيم جداول لإدارة وقتنا، ازاي ننظم الوقت. جميل، ما كانش فيه واجب امبارح، استغلال الوقت بشكل افضل. بفضل دارتو. جميل دكتور حنان، استثمار الأمثل للوقت، إزاي أستفيد أو ترتيب الأولويات، إزاي أنظم الغل، معرفة سراء الوقت، إزاي ما هندرش وقت، إزاي ما نضيعش الوقت، استثمار الوقت الضايع. أهلا بيك يا أستاذة إيمان، أستاذة إيمان الجمال أهلا بيك منورانا النهاردة. إتمام العمل بطيعة وجيدة، جميل جدا، جميل رائعون. كده ناخد في البداية نجمة لكل الرواد المتميزين ونبدأ على بركة الله نقول ايه محاور الدورة بتاعتنا النهاردة. محاور الدورة الوقت في القرآن والسنة، ليه بيضيع الناس وقتهم، هيبقى في عندي استبيان اسمه انت والوقت، ايه الوقت، مكونات منظومة إدارة الوقت، يعني ايه إدارة وقت، ازاي نصنع الوقت، وكمان منافع إدارة الوقت، وازاي نتعامل مع مضيعات الوقت. تعودنا، اهلا بيك يا ايمان، وزي ما تعودنا
لا احنا مش عايزين نغلط نركز، بمعنى ان انا بدل ما يفرش الشات ويبقى في بعد بيننا وبين بعض احنا ممكن، ولكن ابقى عارفه انتوا بتتكلموا في ايه، لكن ما نخرجش بره الموضوع احنا بنتكلم فيه، مضيعات الوقت. احنا مش جايين نتكلم كلام ضيع فيه وقتنا، احنا فعلا جايين النهارده عشان نتكلم عن اهميه الوقت وازاي تكون مدير لوقتك. يعني ايه وقتك تستغله ازاي؟ ازاي نستغله صح؟ ونقول للناس اللي بيقولوا ان ما عندهمش وقت ان في فعلا وقت. ايوه في وقت لكل حاجه حضرتك ممكن تعملها، في وقت العباده، وقت الترفيه، وقت للشغل، وقت المذاكره، وقت حاجات كتير، لان اليوم 24 ساعه. يعني تعالوا نحسبها كده 1440 دقيقه، يا اعتقد ان رقم كبير قوي ده اليوم بتاعنا. طبعا في حقيقه بتقول ان كلنا بنمتلك الوقت، بس يا ترى كلنا بنعرف ازاي ندير وقتنا؟ يبقى حضرتك النهارده هتكون عن اداره الوقت، لان الانسان اللي ناجح هو اللي بيحسب وقته بالظبط بالساعه والدقيقه وكمان بالثانيه. كل من ده في ناس 24 ساعه ما بتكفيش عندهم، ودايما تيجي ان اليوم ما بيكفيش. عايزين نعرف منين جايين النهارده عشان نعرف ايه هي الخطوات العمليه اللي تخليني احافظ على وقتي، وكمان اعرف اهميه. في مقوله قدامنا بتقول ان اللحظه ممكن تغير يومك، واليوم قد يغير حياتك، وحياتك قد تغير العالم. فاحرص ان تغير عالمك انت، مالكش دعوه باللي بره، ابدا بنفسك واحرص انك تغير العالم الخاص بيك انت. طبعا احنا عارفين ان الوقت بيعتبر فعلا مورد استراتيجي بنعتمد عليه في كل مجالات الحياه. ربنا سبحانه وتعالى سخره لينا عشان نستثمره بالشكل اللي يفيدنا في الدنيا وكمان في الاخره، وهو امانه هيسالنا عليها يوم القيامه. نشوف الوقت في القران من اهميه الوقت. اقسم المولى سبحانه وتعالى باغلب الاوقات والازمات انها مهمه. احنا هنذكر بعض الايات لكنها كتير. قوله سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وقوله والفجر وليال عشر والعصر ان الانسان لفي خسر. كمان ظهرت اهميته في السنه النبويه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس هما الصحه والفراغ. وفي حديث تاني، وطبعا احاديث كتير لكن احنا عشان الوقت بنذكر بعضها بس. في حديث تاني بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما أبلاه بين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كلنا هنتحاسب، علمنا اللي احنا تعلمناه عملنا بيه ايه. الوقت في القرآن والسنة. عايزين نركز في الشريحة اللي قدامنا واشوف آراءكم، انتوا شايفين ايه كل ده؟ عايزة اشوف تعليقاتكم. فهمنا ايه من الصورة؟ ملهيات الحياة، ايه تاني؟ خلال دقيقة شوف ايه بنعمل فيها جميل، مضيعات الوقت، نشوف ارائنا. العالم بيتغير كل ثانية، رائع، اختراعات كل دقيقة، الله. التكنولوجيا وسلبياتها، اختراع اجهزه الكترونيه كل دقيقه، في كل دقيقه في تغييرات كبيره. هاي تكنولوجي، استاذ فهمي اهلا بيك. فعاليات كبيره تتم كل لحظه، سبحان المحصي.
ملء الفراغ، حسن استغلال الوقت، أعمال يمكن نقوم بيها في دقيقة واحدة. الله، تعدد المشاغل، عصر السرعة والتكنولوجيا، عالم يعمل جيد وعالم يستهلك. جميل جدا استخدام تكنولوجيا في 24 ساعة. شايفين قدامنا حاجات كتير قد ايه ممكن تكون بتحصل على مستوى العالم كله في 60 دقيقة. معنى كده ان 60 دقيقة دي بالنسبة للعالم خط الانتاج بينتج 1000 عبوة في الدقيقة. عالم تكنولوجي، لا العفو يا استاذي ما فاتش كتير، كل بيشغل انسان في اليوم. رائع رائع، اسمحوا لي نجمة لكل روادنا المتميزين. كلنا بنلقي نظرة على اللي ممكن يكون بيحصل في العالم وممكن الناس تكون بتستغله ازاي. ده بيحصل في دقيقة، في 60 دقيقة. ياه، يعني معنى كده ان الساعة واحدة ممكن تكون بيحصل فيها حاجات كتير على مستوى العالم، وكلها يا اما ايجابي يا اما سلبي، وعليك انك تختار. قبل ما نبدأ في أو إدارة الوقت، عايزين نعرف هل كل واحد فينا بيعرف يدير وقت ولا لأ. اسمحوا لي أقدم صبيان صغير، هنحضر ورقة وقلم. بيقول لي هنحضر ورقة وقلم، هنشوفه في الاستبيان. أول حاجة بتقول هو باني ساعة كبيرة جدا، لكن بيقول لي من الجميل إنك أنت تبني ساعة في العالم، لكن الأهم أنك تحافظ على الوقت لأنه ببساطة هو حياتنا. عايزة أحد الموجودين بالظبط، عندنا أكبر ساعة لكن أكتر من ضيع الوقت. ماشي، عايزة حد يعرفي نفسه. أحد الموجودين يديني تعريف عن نفسه. أمنية؟ طيب ننتظر أمنية تعرفين عن نفسها، ولو سمحنا ما نكتبش أمنية بس اللي هتكتب. طالبة في تخصص تغذية إنسانية، إنسانة بسيطة. نكمل مع بعض. أوكي، سومة قالت إنها طالبة في تخصص تغذية، رندا قالت إنها إنسانة بسيطة. نكمل، كل واحد يعرف نفسه في سطر كده بسرعة. أمنية 20 سنة، سنة تانية علوم إدارية. أهلا بيك محمد. لا يستثمر وقته جيدا، فهمي. طالب في الصف التاني، جميل جدا. تعالوا كده كل واحد فينا عرف نفسه ازاي. تعالوا نشوف الوقت. موظف في إدارة وتشغيل الفنادق، شيخون مدارس علوم. أسماء 24 سنة، آخر سنة في الجامعة. أحمد مهدي طالب هندسة، جميل جدا جدا. أستاذ أسامة مراجع حسابات. هدي الرابعة، ألسن صيني، الله، مبرمج حاسب، أولى تجارة. كل واحد فينا شايف نفسه ازاي. موفقين جميعا، جميل جدا ان معانا كل الرواد الرائعين دول، جميل جدا الحضور الرائع. تعالوا نشوف كل واحد فينا عرف نفسه ازاي. اهلا بيك يا استاذه سحر. استاذه ايمان، عاشقه للتنميه البشريه ومدربه التنميه البشريه، زميله عزيزه يا ايمان طبعا. استاذ شيخون، مراجع خارجي للهيئه القانونيه لضمان جودة التعليم. إسراء 19 سنة، أولى لغات وترجمة، ربنا يوفقك. أستاذ صبري، محاسب ببنك وعنده مشاكل في الوقت. كل واحد فينا اتكلم عن نفسه. تعالوا نشوف الوقت بيقول إيه عن نفسه. كل واحد شايف نفسه إزاي، لكن الوقت لو جاي يتكلم عن نفسه هيقول إيه. ربنا يخليك يا سندريلا. هيقول أنا الحياة، أنا غير قابل للتعويض، يعني اللي بيروح مني ما بيرجعش. يتم استهلاكي لحظة إنتاجي، مجرد ما بينتج أنا كالسيف، إن لم تقطعني قطعتك. تخزني تستفيد مني، يعني مش هاخده عين في التلاجة، ولما أحب أحتاج منه شوية هجيب منه شوية. لا يمكن تخزين الاستفادة مني مستقبلا. الناس كلهم متساويين فيا، ودي من نعم ربنا علينا. كل الناس عندها نفس
عدد ساعات اليوم، ما ينفعش تشتريني يعني، ما ينفعش اروح اقول لو سمحت ممكن تسلفني ساعتين، ما ينفعش تزودني، انا الذي سوف تسأل عني يوم القيامة. مع كل اللي احنا شفناه وسمعناه في تعريف الوقت، ليه ما بنحترمش الوقت؟ ليه مع رغم كل الأهمية اللي احنا شفناها دي ما بنحترمش الوقت؟ قال لي لأن الوقت معنوي غير محسوس، حاجة من اللي بتتسرق مننا، أو لأن في مشكلة كبيرة موجودة عند معظم الناس إن ملوش رسالة في الحياة، هو عايش وخلاص، عايش ياكل ويشرب وينام، لكن هو مش عارف أساساً هو عايش ليه، ما رسمش لنفسه رؤية ورسالة وعارف إن هو حقق إيه، لأنه ملوش هدف في الحياة واضح زي ما قلنا عايش وخلاص، لأننا تربينا على ده للأسف. من السلبيات اللي احنا تربينا عليها إننا عايشين وخلاص، مش مهم الوقت يجري أو ما يجيش، عدم الاهتمام بالبدايات والنهايات للأعمال، كلنا بنقول عايزين ينتهي امتى مش مهم، المهم اننا نبدا وخلاص، لكن ما عندناش بدايه محدده ونهايه محدده لكل حاجه احنا عايزين نعملها. خلي بالك كويس قوي ان في ايات واحاديث كتيره اتكلمت عن الوقت، وكمان اتكلم عنه شيوخ كتير عن معاني الاسلام، وفي زهر وفي كتب كتيرة ظهرت في تطوير الذات، كلها كانت بتتكلم عن أهمية وقدرته. أنا بسأل سؤال، يا ترى وصلتك الرسالة؟ يا ترى لما يذكر القرآن أهمية الوقت والأحاديث والشيوخ وكتب علم الإدارة، كل الناس دي تتكلم عن الوقت، يا ترى وصلتنا رسالة أهمية الوقت؟ نتمنى عرفنا يعني إيه وقت مهم قبل ما نعرف مين فينا بيعرف يدير وقته ومين فينا ما بيعرفش. قلنا نحضر ورقة وقلم، هنعمل استبيان اسمه انت والوقت. الاستبيان بيقولك حدد ايا من العبارات صحيح وايها خاطئ، يعني هيتعرض على حضراتكم مجموعة من العبارات هتقول لي يا اما صح يا اما غلط في ضوء ما تعتقده وتقوم به في حياتك اليومية. كل واحد فينا له حياته الخاصة بيه، فهنشوف ده هيبقى لكل إنسان إزاي. خليك صادق في إجابتك، مفيش حد هيبص على النتيجة، أنا مش هبص عليها، إن هذا الاختبار مصمم خصيصا لك. عشان إيه؟ عشان تتعرف على افتراضاتك الصحيحة والخاطئة اللي بتحكم إدارتك لوقتك. تعالوا بينا نعرض مجموعة من الأسئلة موجودة قدامنا، 15 سؤال هيتكتب يا إما صواب يا إما خطأ. جاهزين؟ مستعدين؟ تمام؟ نقرأ سؤال سؤال ونجاوب عليه. ممكن أقرأ معاكم. يقول لي أول سؤال، لا يوجد حتى الآن إنسان يوفر له الوقت الكافي. ثاني سؤال، إن معظم الناس يعانون من كثرة الأعمال بسبب طبيعة وظائفهم. لا، كل واحد يحتفظ بإجابته، محدش يقول لي الإجابة، كل واحد يحتفظ ويرقم، لأن احنا هنحسب كل واحد بيعمل إيه عشان ننجز في وقتنا. ده اختبار شخصي بالظبط يا أستاذ بهاء. ثالث سؤال بيقول لي، المديرون أصحاب المناصب الإدارية العليا بيتخذوا عادة أفضل القرارات. السؤال الرابع بيقول لي، إن عملك فريد من نوعه وليس له نمط معين. السؤال الخامس بيقول لي، من الممكن أن يتيح لك التأخير الفرصة
لتحسين نوعية القرار الذي ستتخذه. تأخير ممكن يحسن لك نوعية القرار اللي انت هتاخده. لا يا أستاذ إسلام، هو مش امتحان، هو استبيان. هيطلع فيه مجموعة من الدرجات هنحكم بيها، أنا هدي فيها مؤشرات هنقول فيها بالضبط تقييم لكل واحد فينا. نمرة 6 بتقول لي إن إدارة الوقت بصورة أفضل بتنحصر في تقليل الوقت المستغرق في الأنشطة المتعددة. ماشي يا أستاذ ياسر. رقم 7، بيستطيع أغلب الأشخاص حل المشكلات المتعلقة بالوقت عن طريق بذل جهد أكبر في العمل. نمرة 8، إن تفويضك للسلطة يمكن أن يحرر الكثير من وقتك ويريحك من بعض المسؤوليات. رقم 9 بيقول لي من أغلب الأنشطة، مش فاهمة السؤال لحظة، تفويضك للسلطة، لو أنت فوضت السلطة مني ليكي يا أستاذة سومة، بيحلين المشكلة المتعلقة بالوقت دي الجهد أكبر في العمل. وهنا بنفرق بين 2 من الناس، في واحد بيكون عاوز يعمل كل حاجة بإيده، تالي ما بيقدرش يفوض لحد حاجة يعملها، ولما تكلمه يقولك كل الورق اللي قدامي ده لازم أنا اللي أخلصه بإيدي. لكن في حد تاني بيقول لأ، ده أنا هفوض ده لأستاذ ألف وب، الاتنين دول هيشيلوا عني ده بشرط إن أنا أكون مدربهم كويس. في الحالة دي هو بيبقى شايف إن حل المشكلة عن طريق تفويض السلطة. نمرة 9، بيقول لي أغلب الأنشطة اليومية لا تحتاج إلى تخطيط، لا ينجح الكثيرون في التخطيط لها مطلقا. بالضبط يا سوما، ناس تسعد. نمرة 10، بيقول لي من الأشخاص المشغولون النشيطون الذين يقومون بالعمل الصعب بيحققوا أفضل النتائج. السؤال اللي بعده رقم 11، بيقول لي مشكلة إدارة الوقت هي إنها ما بتسمحش بالسلوك التلقائي، وهي عملية آلية وغير نشيطة. إدارة الوقت، ما أنا هكرره تاني يا أستاذة أمين، بيقول لي مشكلة إدارة الوقت هي إنها ما بتسمحش بالسلوك التلقائي، يعني الحاجة اللي انت بتعملها بشكل تلقائي من غير ما تفكر، هي عملية آلية وغير نشيطة. وجهة نظر. رقم 12، بيقول لي ليس من الضروري في أغلب الأحيان أن تكتب أهدافك، يكفي إنك تعرفها. مش لازم تكتب أهدافك، كفاية إنك تبقى عارف أهدافك. أستاذ أحمد، كل واحد ما يغشش التاني. رقم 13، بيقول لي إذا أردت أن تؤدي عملك بطريقة سليمة فمن الأفضل إنك تؤديه بنفسك. رقم 14، بيقول لي ليس من الممكن غالب العمل على أساس تحديد الأولويات. السؤال الأخير بيقول لي أغلب النتائج اللي تحققها بتكون عادة نتيجة لعدد قليل من الأنشطة الهامة. كده الاستبيان خلص، وتعالوا نعد كام واحدة صح وكام واحدة غلط. رقم 7 بتقول لي، لا حالا ما حدش يكتب غير لما اقول. رقم 7 بتقول لي يستطيع اغلب الاشخاص حل المشكلات المتعلقة بالوقت عن طريق بذل جهد اكبر في العمل.
حضرتك عندك مشكلة إن الوقت مش مكفي. أنا عندي شغل هيخلص الساعة 10، ما عنديش مشكلة إنه يخلص الساعة 12، أنا هبذل جهد زيادة بس مهم إن أنا أخلصه. هي مش لازم تكون الأسئلة مترتبة، وممكن يكون في أسئلة معناها مكرر، لكن الغرض منه إننا عايزين نعرف إيه. أولا عايزين نأكد في البداية إن مفيش إجابات محددة ينفع يتقال عليها صح والتانية يتقال عليها غلط، أو تكون دي أفضل من دي. جمع لي عدد الإجابات وخلينا نقول مين كان رقمه من 14 ل 15. اللي رقمه من 14 ل 15 اللي جمع الأعداد وجاب صح 14 أو 15 يقول لي مين. طبعا ممكن السرعة في العمل بتأثر على الجودة بالإنتاج، ده ممكن. حد فينا جاب 14 من 15؟ لا معلش احنا دلوقتي نركز. لا طيب، اللي جاب 14 أو 15 معناه إنه ممتاز جدا في إدارة الوقت. دكتور حنان مش قادرة تكملي استبيان ليه يا دكتور؟ ممكن بس أعرف إيه المشكلة؟ أنا في انتظار حضرتك لما تكتبي. هو إحنا لو وقفنا في رقم مش هنوقف عليه كل الإجابات، لكن هقول لحضرتك تاني. رقم 11 بيقول لي مشكلة إدارة الوقت إنها تسمحش بالسلوك التلقائي، يعني لازم تكون حاجات منظمة. أنا دلوقتي مش هنزل أمشي من مكان لمكان غير وأنا محدد أنا هعمل إيه. بسيبش حاجة تلقائية للحاجة اللي بتجي بالصدفة، هي بشكل أوتوماتيك. وصلت؟ غير نشيطة. شكرا. تعالوا تاني نقول من 12 ل 13، مين جاب 12 ل 13؟ مين معانا جاب من 12 ل 13؟ سوما، واضح يا سوما طبعا. أم فضل، جميل. مين تاني؟ الدعم، ماشي أستاذة أمينة، أستاذ ياسر، أوكي. 12 ل 13، سقفوا لسوما طبعا، أستاذ نبيل، نونا، نونا لايت. لا أنا عايزة بس الأرقام اللي أنا قلت عليها. اللي جاب من 12 ل 13 بيقول لي إن حضرتك جيد، أنت في الطريق إنك تصبح مدير جيد لوقتك. يعني هو أنت أخد تقدير كويس، أنت هتقدر أو في الطريق إنك توصل إنك تظبط وقتك بشكل كويس. جميل جدا. مين جاب من 10 ل 11؟ الحمد لله عدينا، الحمد لله. أمنية، مها، مهندس بهاء، أسامة، رندا، علاء، أنا برا الطريق يا أمنية. طيب سارة، سندريلا. لو قال لي من 10 ل 11 بيديك تقدير مقبول وبيقول لك راجع وجهات نظرك عن إدارة الوقت. الناس اللي وصلت لغاية 10 هتبص تاني هي بتدير وقتها ازاي. أحمد أكرم وأحمد علي. طيب مين اللي جاب أقل من 10؟ ليلى. ياه أنا الشات ما بقتش لاحقة أقرأ أسامي الناس. أنا اللي أقل من 10. سارة، سومة، دكتور حنان، دينا، سحر، عفيفي، الشعب كله، صبري. ياه طب استنوا بقى، استنوا، خلاص خلاص خلاص. يعني باقي القاعة، الحضور عندك كام في الدعم؟ الحضور في الدعم كام؟ أستاذة أمنية الحضور 60. كويس جدا، يعني من 60 منهم نقول 50 أقل من 10. يبقى النهاردة المحاضرة دي عشاننا فعلا. تقولي لو أنت أقل من 10 يبقى أنت ضعيف. عدد كبير من افتراضاتك عن الوقت مش صحيحة، وهنا يبقى فيه مشكلة.
طبعا الصبيان هيبقى موجود معانا. لا ما تزعليش يا ساره خالص، اللي احنا بنقوله ان اللي جاب اقل من 10 يبقى عنده فعلا مشكله في اداره الوقت. يبقى احنا هنا في المحاضره صح اننا عايزين نعرف ايه اهميه الوقت وازاي هنديره. تعالوا بينا نبدا ونتكلم يعني ايه اداره الوقت. طبعا التفاؤل ممتاز، احنا على اول الطريق، يعني كل واحد فينا النهارده هيحدد بعد محاضره النهارده ان شاء الله هيعمل ايه وازاي. لا مفيش بريك خالص، لان الساعه 8 ولان المحاضره طويله فاحنا عايزين نلم فيها بجزء كبير جدا. تمام، تعالوا نقول يعني ايه اداره الوقت. بيقول لي كتير بنواجه مشاكل صعبة، سواء كانت شايفين النتيجة قدامنا، طبعا دي النتيجة بتاعتنا، كل واحد فينا في الاستبيان هيكتب طبعا كان النتيجة بتاعته. بيقول لي ايه معناه إدارة الوقت؟ قال لي كتير بنواجه مشاكل صعبة، سواء هي صعبة أو سهلة، عشان في كلمة كلنا بنتكلم بيها احنا مضغوطين. يعني ايه؟ علماء النفس بيقولوا لنا ان الانسان السوي لما بيدير وقته يمكنه فعل 4 أضعاف الاشياء اللي بيعملها في المعتاد. ده بايه؟ بنص المجهود اللي بيبذله في المعتاد. فبيسألني تاني يعني ايه ادارة الوقت؟ يعني انا لو بعمل بدير وقتي كويس هعمل 4 أضعاف اللي أنا بعمله وكمان بنص المجهود؟ قال لي آه. طبعا علماء النفس احنا نثق فيهم جدا. بيقول لي إن معظم الناس بيمتلكوا أهداف جميلة كتيرة، ولكن للأسف القليل منهم بس هم اللي بينجحوا في الوصول لهدفهم ده، لأنهم بيقدروا يديروا وقتهم بفاعلية. طيب لسه ما قلناش يعني ايه إدارة الوقت. قال لي إدارة الوقت هي الطرق والوسائل اللي بتعين المرء على الاستفادة القصوى من وقته. نركز، يعني عندي طرق ووسائل هتعيني ان انا استفيد من وقتي في وقت في ايه، عشان احقق اهدافي واعمل توازن في جوانب حياتي بين الواجبات والرغبات والأهداف. كمان بيقول لي إن الاستفادة من الوقت هي الفرق، الاستفادة من الوقت هي الفرق بين الناجحين والفاشلين. وتعالوا نشوف الشكل اللي قدامي، أنا عندي ناجح وعندي فاشل، الفرق بين الاتنين؟ أنت عندك 24 ساعة وأنا عندي 24 ساعة، الفرق بينكم أنتوا الاتنين إن الناجح والفاشل في بينهم سمة مشتركة هي 24 ساعة في اليوم، لكن الناجحين عندهم قدرة على انهم يوازنوا بين الاهداف اللي عايزين يحققوها والواجبات اللازمة عليهم تجاه كل حاجة. الموازنة دي بتيجي منين؟ عن طريق انه بيعمل ادارة رشيدة لنفسه. وركزوا قوي، تعالوا نقول أنا بعمل إدارة رشيدة مش لوقتي، ده أنا بعملها لذاتي لنفسي. فالوقت زيه زي أي مورد في الحياة لازم بيتطلب إدارة جيدة مننا، بحيث إننا نستثمره بكفاءة عالية، وده لأنه مورد محدود. بالضبط إدارة الذات في الوقت، عشان كده دايما بنطلق عليها إدارة الذات، وده هنتعرض له دلوقتي، وليس إدارة الوقت. احنا بنقول إنها إدارة. يا ترى هي بقت إدارة للوقت ولا إدارة للذات؟ قال لي لا، هي إدارة للذات. قال لي إدارة الوقت هي النجاح في تحقيق هدف. كل واحد فينا يغمض عينيه ويشوف هدف هو عايز يحققه. كل واحد فينا عارف هدفه. عشان اعمل إدارة للوقت يبقى عايز انجح في تحقيق الهدف ده. قال لي الهدف ده بيكون محدد في وقت محدد من خلال
ثلاث حاجات. قال لي من خلال الإنسان بيفعل ذاته والآخرون والإمكانيات. يبقى تاني عايز أعمل إدارة للوقت، يبقى لازم يكون عندي هدف. اللي ما عندوش هدف ملهاش لازم يحضر المحاضرة، لأن اللي ما عندوش هدف هو عايش وخلاص. ما تعرفيش هدفك يا سندريلا، يبقى نتعلم يكون عندنا أهداف إزاي، وده موضوع تاني خالص. إزاي يكون عندي هدف في وقت محدد من خلال تفعيل الإنسان قلنا لذاته والآخرون والإمكانيات. وتعالوا بيسألني إيه هي مكونات منظومة إدارة الوقت بعد التعريف الأخير اللي احنا عرفناه. من التعريف اللي فات عرفنا إننا عندنا بعض الأشياء اللي منها هنحدد مكونات منظومة إدارة الوقت. أسمع منكم إيه هي مكونات منظومة إدارة الوقت. قال لي مشاركتنا فين؟ هدفنا الفطري وما خلق الجن والإنس إلا يعبدون. التخطيط الجيد، هدف مجدد، برافو. العمل والتقسيم ولا التقسم، وقت محدد، الارتقاء، تحديد الأعمال، ممكن تحديد الهدف، إمكانيات، جميل، طموحات مستقبلية أعلى. تعالوا نشوف إيه هي مكونات منظومة إدارة الوقت طبقا للتعريف الأخير اللي احنا قلناه. قال لي زي ما انتوا حضراتكم كلكم قلتوا، الهدف، المراد، تحقيقه، جميل جدا يا مان. لازم يكون عندي هدف. قال لي تاني حاجة، أنت بعد ما يكون عندك هدف يبقى أنت، الآخرون، وكمان الإمكانيات. وتعالوا نركز في الشكل ده وقولولي شايفين إيه. قولولي كده إحنا شايفين إيه. بيقولي دي منظومة إدارة الوقت، برافو يا أمية، هي عناصر متداخلة في الهدف. جميل، التفاعل بين مكونات منظومة الوقت، رائع أستاذ عفيفي. في علاقات إنسانية بعد ثانوية، الدوائر مشتركة، تحقيق الهدف لابد من وجود ثلاث عناصر مع بعضها. الهدف عناصر مشتركة لثلاث حاجات، هي أنت والآخرين والإمكانيات. رائع نبيل، مش فاهمة الشكل، ركزي فيه شوية يا سارة وركزي ما تعلقتنا. الهدف شيء مشترك بين الأفراد. طيب نركز كده يا سومة، بتكتب النقط بس تعليق على الشريحة، يعني اكتب الشريحة رقم كذا واكتب تعليق عليها. انت والبيئة اللي حواليك، الإيمان بالله، الله، الإيمان بالله هو الإطار العام لإدارة الوقت. رائع أستاذ محمد، جميل، الإيمان بالله، جميل أستاذ يامي. العناصر الأساسية المكونة للوقت، الهدف مش هيتحقق من خلالي فقط، رائع. يجب أن يكون هدف متوازن، ونعمة بالله، جميل جميل جميل، فعلا فعلا رائعين جدا. بيقول لي هنا ده هدفك اللي انت عايز تحققه. طبعا لازم يكون الهدف هدف شرعي مقبول، بيفيدني وبيفيد الآخرين، يقول لي العمل الصالح اللي انت عايز تحققه. يبقى زي ما كلنا غمضنا عينينا وشفنا هدفنا قدامنا، ده الهدف بتاعي، ولازم يكون هدف شرعي ينفعني وينفع الآخرين. يامي، عفوا عفوا يا يامي، سوري، عفوا عفوا. طيب أوكي، أنا عارفة أن حضرتك معايا بقالك 3 أيام، بس أنا في أسامي ببقاش عارفة أفرق فيها، سوري. طبعا ماشي يا أستاذة. يبقى ده الهدف، اتفقنا عليه، حصل خير. طبعا الهدف ده زي ما قلنا متداخل مع الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، انت والآخرين والإمكانيات. تعالوا نتكلم عليك انت. انت اللي هو مين؟ انا مين؟ قالك انت روحك وعقلك وجسمك، كل حاجة. روحك اللي بترقى يا ربنا سبحانه وتعالى، عقلك غذيب ايه، جسمك، والجسم السليم والعقل السليم في الجسم السليم. يبقى حضرتك انت على بعضك كده جزء من إدارة الوقت. كمان انت مش عايش لوحدك، انت عايش مع ناس، انت بتتعامل مع الآخرين. مين اللي بتتعامل معاهم؟ الناس الإيجابية
اللي بتقول لك كمل، ولا الناس السلبية اللي بتقول لك اقف ما ينفعش، الناس اللي بتحدك، ولا الناس اللي بتبنيك، ولا الناس اللي دايما بتدي لك إيحاءات بأنه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. انت بتتعامل مع همك في كلام فاضي ملوش أي قيمة، ولا الناس اللي بتاخدك بإيديها وبتقول لك تعال احنا عايزين نعمل ايه النهاردة، احنا ما عندناش وقت. وممكن يكون أجزاء من الهدف، برافو اننا نفوض للآخرين ان هم يقوموا بالعمل ويساعدونا في تحقيقها، وده شيء زي ما قلنا بنفوض جزء من شغلنا للناس. بقى إيه يقول الإمكانيات، إيه اللي انت محتاجه عشان تحقق أهدافك. يبقى احنا كده، ربنا يخليك يا أستاذة إيمان، احنا كده قلنا هدفك انت خلاص حددته، بس اوعى تنسى ان هدفك وانت والآخرين والإمكانيات كل ده يكون فين؟ ايه اللي لازم يشمل كل ده؟ كل ده انت بتعمله وانت عندك ايمان وثقة بالله ان ربنا بيمدك بكل حاجة كويسة. ثقتك بالله هي اهم شيء في كل اللي انت بتعمله، وهي اللي بتصحبك في كل رحلة حياتك. ايمانك بالله وثقتك بالله ثم ثقتك في نفسك وإمكانياتك. ثقتك بالله إن ربنا سبحانه وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، وهي فعلا مفتاح كل نجاح. الإيمان بالله كل حاجة أنت بتعملها، لو لاحظنا في الشكل هنلاقي إن الإيمان بالله هو معاك ومع الآخرين ومع الإمكانيات. يبقى لازم كل اللي أنت بتعمله يكون برضا من ربنا سبحانه وتعالى، وثقة بربك ثم ثقة أستاذة شيماء، الثقة بالنفس طبعا ده درس كتير. اتفقنا؟ يبقى أنا كده اتفقت أنا هعمل إيه، هدير وقتي إزاي، وهضغط على إيه. اتفقنا؟ نتنقل للنقلة اللي بعدها، النقطة اللي بعدها مباشرة، بعد ما نكون فهمنا ان كل ده عشان يبدأ لازم في البداية يكون عندي ثقة بربي وثقة في نفسي، لان دي هي البداية وهي اللي هتخليني احقق كل اهدافي. لو ما عنديش ثقة بالله وثقة بنفسي وفي امكانياتي هحقق هدف ازاي؟ هدف كان انت بترسمه ومتأكد انك هتحققه، مش هتحققه إلا في حالة واحدة بس، لما يكون عندك ثقة بالله وثقة بنفسك. بيقول لي خلي بالك مفيش حاجة لتنظيم الوقت لو ما كانش عندك زخم من الأهداف. كل محضروا معايا حافظين كلمة زخم الأهداف، لأنها كلمة حلوة قوي، حلوة قوي إنك ما تعيش على هدف واحد. أنا مش عايشة على هدف واحد، أنا عندي مجموعة من الأهداف، مجموعة الأهداف الكتيرة اللي أنا محددها في حياتي هي اللي هتخلي الوقت قيمة. أنا بالنسبة لي عندي بدل الهدف 2 و3 و4، يبقى أنا بقسم وقتي وبنظمه. ما عنديش أي هدف، طيب هنظم وقتي ليه والمين؟ فعلا أستاذ فضل، كثرة أهداف وبحماس أسعى لتحقيقها، ده اللي هيخليني أدور أجري ورا نفسي زي ما بيقولوا عشان أشوف يوم هيقضي ولا لأ. مش بزود أجري أزود ساعات عندي. لو حضرتك مش قادر أحدد أولويات الأهداف دي، لأ ده طبعا هنتعلمها دلوقتي إزاي هنحدد أولوياتنا، وده التمرين التاني اللي هناخده إن شاء الله. تاني حاجة بيقول لي الوقت هو اللي بيديرنا، فإدارة الوقت تعني أولا إدارة الذات، هي نوع من إدارة الفرد نفسه بنفسه. عشان كده بقول لك قول إدارة الذات وما تقولش إدارة الوقت. أنا ما ينفعش أقول لبابا وماما والمحيطين حواليا ظبطوا لي جدول. كتير قوي بيجي المدرس آخر كل سنة ويقوم عامل جدول ويقول لك الجدول ده في 20 أول جدول أول 30 يوم، حضرتك هتذاكر وتذاكر وتذاكر. باخد الجدول أول يوم أمشي عليه وبعد كده أنسى. اللي بيحصل إن هو اللي بيحدد لي أنا أدير وقت إزاي، فطبعا ما بعرفش
أديه. لكن لو أنا اللي قعدت حددت أولوياتي وعرفت أهدافي وعرفت أنا عايز أعمل إيه في الحالة دي، هعرف أعمل إدارة ذات وبالتالي إدارة للوقت. في مقولة قدامي بتقولي تايم سيلف مانجمنت، يو دونت مانج تايم، أنت ما بتديرش وقت، أنت بتدير نفسك. ودي طبعا إحنا مترجمينها زي ما قلنا دي إدارة الذات وليس إدارة النفس وليس إدارة الوقت. إزاي خمسنا الوقت؟ إحنا تكلمنا كتير إن اليوم 24 ساعة، بس إحنا عندنا أهداف كتير. إزاي هنزود وقتنا؟ في عالم اسمه أيزنهاور عمل لي جدول لصناعة الوقت، كلنا هنرسم الجدول ده قدامنا. بيقول لي عندك مهم وغير مهم، عندك عاجل وغير عاجل، في ثواني نكون رسمناه. قسم لي الوقت لأربع حاجات. من الرسمة اللي احنا شايفينها قدامنا دي هنحاول نحدد ايه اللي عاجل ومهم وايه اللي عاجل وغير مهم. تعالوا في أول مربع هناخد عاجل وكمان مهم. هنرسمها ازاي؟ انا عندي عاجل وكمان مهم، شايفين التقاطع ده؟ والمرة التانية هناخد غير عاجل لكنه مهم. خلينا مع السهل. التالتة هقول عاجل لكنه غير مهم، والاخيرة غير عاجل وغير مهم. وتعالوا نشوف هنحسبها ازاي. قال لي العاجل والمهم ده اللي انت بتقوم بيه بنفسك، الحاجة اللي انا لازم اعملها بنفسي. مظبوط يا أمنية، زي ما انا هذاكر بكرة عشان عندي امتحان بكرة، عندي أزمة لازم تتحل، عندي مشكلة ملحة لازم احلها بنفسي، عندي مشروع مهم هنفذه، عندي محاضرة دلوقتي أنا اللي هديها. كل ده بيتحط تحت بند عاجل ومهم. بالضبط، أحضر نفسي عشان انترفيو بكرة. مفتاحه بالضبط، جميل نبيل، مفتاحه هي كلمة إنجز، أنت اللي هتعمل، محدش غيرك هيعمله. التاني قال لي هو هام لكنه غير عاجل، متفقين هو مهم. بالضبط، انا ما ينفعش افوق فيها، هو هام لكن هي الصوت. عارفه يا استاذ سحر المشكله فين في الصوت؟ انا عندي الصوت جرد ما بيفصل انا برجعه معاكم تاني كده. الصوت واصل تمام. قال لي الجزء الثاني هو الهام والغير عاجل. حاضر يا أستاذة شيماء، ممكن نركز في محاضرة النهاردة ونحدد بعد كده اللي احنا عايزينه. ركزوا معايا بس دلوقتي عشان ننجز اللي احنا فيه، وبعد كده نحدد خطواتنا ان شاء الله هنعملها ايه بعد شوية. زي ما قلنا امتحان بعد شهر، بعد الحاجة بحط مبادئ معينة، بخطط خطة، كل دي حاجات هي مهمة لكنها غير عاجلة، يعني ممكن تتأجل شوية برغم إنها مهمة، لكن قدامي وقت أعملها، قدامي بعض الوقت عشان أنفذها لكن مش دلوقتي حالا. الجزء الثالث قال لي هو مش مهم لكنه عاجل. جميل، كلمة خطط بس بالراحة طبعا، خد بعض الوقت عشان تنفذه. غير هام لكنه عاجل زي المقاطعات، المكالمات التلفونية. مكالمات تلفونية هي مش مهمة لكن هو خلاص عندي على التليفون، عايز أقول له انجز يعني أنا مش فاضي. لا ده ماتش الكرة ده بالنسبة لي يا سارة غير هام وغير عاجل، حطش خالص في الغير هام العاجل. المناسبات اللي مش مهمة اللي أنا ممكن أبعت فيها ورد، أبعت فيها أي حاجة خاصة بمجاملات، أبعت فيها هدية حسب درجة الصداقة بقى. يعني أنا حبيتك ممكن لو مهمة قوي
ممكن تباركي وتروحي، لو مش مهم يبقى حضرتك ممكن تبعتي ورد، وفي الحالة دي تكوني عملتي حاجة كويسة. خرجي مع أصحابي، إرضاء الفضول كل ده جيرهام لكنه عاجل. الزيارة للجيران أو الأقارب، قال لي فوت قدر الإمكان. جميل جميل يا أستاذ نبيل جدا. هو بيقول لي هنا فوت قدر الإمكان، يعني دلوقتي أنا ممكن أبعت حد يبارك مكاني، ممكن أبعت حد يقوم بالدور دي. هو اتعمل، لكن مش لازم أكون اللي أنا عملته. أهلا بيك يا أستاذ هاني ماهر منورة. بعد كده بيقول لي غير هام وغير عاجل، زي التوافه بقى. بالنسبة لي أنا خلينا أقول التوافه هو ماتش الكورة اللي هيقعد ساعة ونص. من التوافه إن أنا هقعد أتفرج على فيلم ساعتين، ممكن أكون اتفرجت عليه 50 مرة. المكالمة الطويلة، احنا بنرد على التليفون، الو ايوه سلام عليكم حضرتك، 1 2 3. وللاسف الشات والدردشه الطويله على الانترنت، واعذروني احيانا بيجي لي شات، يعني لازم نقدر ان الوقت غالي قوي علينا، احنا فعلا متواجدين مش عشان نضيع وقت. الشات ومتابعه المسلسلات واللي بكررها مره واثنين وثلاثه، المهم عندي ان انا بتفرج على المسلسل. انا اعرف ان في مسلسلات ناس بتجري وراها طول اليوم تتفرج عليها الساعه كام، وبعدين تعيدها تاني بالليل في القعده ودور على الميعاد التالت ليها، لان في حدث مهم قوي او كلمه مهمه قوي هم ممكن يكونوا ما شافوهاش. كل دي بتتحط تحت بند يرهان. الاستاذ ياني بتضحك تقريبا كده، مفتاح كلمه اترك دلت. أو فعلا ده بيحصل، كل ده بيدمر الوقت، لأن دي فعلا دول ناس زي ما بتقولي أستاذ ثاني، دول ناس مهاويس مفيش عندهم أي أهداف في الدنيا غير إن هم يعيشوا. لأ، الرياضة بالنسبة لي ماهيش غير هام وغير عاجل، المفيدة. إحنا عارفين إن الرياضة بتفرز لي أنزيم خاص باستعادة، أنا لازم ألعب جزء من الرياضة، لكن الرياضة دي مش الرياضة التافهة. يعني أنا دلوقتي في ناس بتقضي وقت في الرياضة دي بتجدد نشاطها، بتجدد الجلد عندها، وبتجدد حيويتها، وبتديها غير عاجل وهام. جميل جميل. احنا كده شفنا الجدول ده، أقوم بيه بنفسي، مهام تفوضه بسيبه. تعالوا نبدي تمرين. بيقول لي حدد لي الأعمال اللي أنت بتقوم بيها كل يوم. كل واحد فينا فاكر أعماله هي إيه؟ هيحدد أهميتها على الجدول اللي إحنا شفناه، جدول أيزنهاور، ويحط كل نسبة في المربع الخاصة بيه عشان تعرف نسبة كام عندك في كل مربع. طبعا ده واجب لحضراتكم، لكني أنا مش هطلع عليه. احنا نكون امنا جدا مع نفسنا واحنا بنحدد كل حاجه بنعملها. عايزين وضوح اكتر، تعالوا ناخده بالشكل ده. ان انا عندي عشان نكون اكتر دقه لازم نصنف اعمالنا والانشطه اللي بنعملها. هنصنفها لخمس حاجات. هام وعاجل، قال لي يعني ايه هام وعاجل؟ احنا اتفقنا هي الحاجه المهمه اللي انت هتنجزها فورا او في المستقبل القريب نظرا لما يترتب على تاخيرها من عواقب وخيمه او ارتباط تنفيذها بموعد محدد. عفوا بس بتقول دكتور عندي سؤال مهم قوي، انا اذا اشترك اكتر من موضوع عاجل ازاي؟ ممكن يكون عند حضرتك يا استاذ اسامه اكتر من موضوع عاجل. هو انا مش هعيش اليوم كله او الاسبوع كله على موضوع واحد، أنا ممكن يكون اليوم عندي متقسم 4 أو 5 حاجات مهمة بنعمل لهم ترتيب في الأولويات. إيه الأهم في المهم؟ أنا عندي النهاردة 5 حاجات، هبدأ بإيه؟ هبدأ بالأول الأولويات للأهم، فالأهم فالأهم، فالأقل أهمية. تاني حاجة قال لي أنا هنا حددت 4 حاجات. الأستاذ اللي كان بيسألني عن نسبة، أنا كده بحدد 4 حاجات في كل مهمة. الجزء الثاني لكنه هام لكنه غير مستعجل، قال لي زي الأعمال
مهمة، أعمال أو مهام ذات أولوية في حد ذاتها، ولكنها مش ملحة للفصل فيها لحظة وجودها. يعني ممكن أديها فترة أفكر فيها، أودي فيها قرار. الجزء الثالث اللي هو عاجل لكنه مش مهم، زي الأعمال اللي حضرتك بتقتضي العناية الفورية رغم إنها ما بتعتبرش ذات أولوية قصوى. وبيديني أربع أمثلة. طبعا الأعمال الهامشية هي الأعمال والمهام اللي مش من ضروري إن أنا أنجزها على الرغم من وجودها. في حاجة مهمة إحنا ضايفينها هنا بتقول لي الوقت المهدر، هي الأعمال والمهام اللي انت بتندم على الوقت اللي انت ضيعته فيها واللي ملهاش ردود أو نتائج إيجابية، زي صديقتي اللي عدت عليا دلوقتي عشان أخرج، سبت كل اللي ورايا وخرجت معاها، بدل ما قضيت ساعة قضيت خمس ساعات ورجعت ندمانة إني ضيعت الوقت. زي صاحبي اللي عدى عليا وقال لي تعالى نشرب كوباية شاي، فنزلنا قعدنا على القهوة شربنا كوباية شاي قعدنا نتكلم، اليوم عدى مني وما ادريتش انا عملت فيه ايه. كل دي وقت مهدر لازم تندم عليه، ولازم تتعلم حاجة مهمة جدا انك تقول لا. لازم نتعلم امتى نقول اه وامتى نقول لا. كده ده واجبنا النهاردة، بس ده واجب خاص لكل واحد فينا هيقعد بأمان ويحدد هو اللي عنده صح وإيه اللي عنده غلط. احنا قلنا إدارة ذات ولا إدارة وقت؟ قلنا إنها إدارة الذات ومش إدارة الوقت. حضرتك هتقعد مع نفسك، محدش يدخل عليك، اتكلم مع نفسك وحدد انت عايز تعمل ايه. دير ذاتك، ولو انت عملت إدارة لذاتك بشكل كويس هتلاقي عندك الفرق بين المهم والعاجل وغير مهم وغير عاجل. تفضلي يا أستاذة شيماء، اسألي سؤالك لما نتنقل للشريحة اللي بعدها. خلينا نتكلم عن العادي يا أستاذ شيخون، إننا بنظبط مواعيدنا وبتحصل أي ظروف، دي عوامل طارئة. يعني إيه عوامل طارئة؟ يعني حضرتك مش العادي إن كل يوم هيحصل عندك طوارئ. هنتكلم يا أستاذة شيماء في نهاية المحاضرة قبل ما نخلص عن وقت الفراغ اللي موجود عندنا كلنا، ممكن نستغله إزاي. في قانون عندي اسمه قانون باركنسون، بيقول لي إن المهمة بتتمدد عشان تشغل الوقت المتاح ليها. واسمع رأيكم إيه في القانون ده، أو أنتوا فاهمين منه إيه. هو حلو طبعا، جميل، عشان نتقن صح جدا جدا. ثاني سوما بتقول انها فاهمة اني عشان نكمل المهمة لازم نمد الوقت وننفذها، المرونة في الوقت والتنفيذ، المهمة تاخد كل الوقت المتحدد ليها، الوقت الكافي لانجاز. تعالوا نقف عند كلام صحر اللي بتقول ان المهمة تاخد كل الوقت المتحدد ليها. بمعنى انا دلوقتي جيت للموظف اللي قدامي وقلت له الورق ده يخلص في خلال ساعتين، هيخلصه في خلال ساعتين. لو اديته الورق وقلت له هحاسبك عليه اخر اليوم، ايوه بالظبط يا دينا، هيفضل يتدلع، لكن لو مضغوط هيعمله بسرعه. يبقى فهمنا يعني ايه المهمه بتتمدد عشان تشغل الوقت المتاح ليها. ان مجرد ما بتدي لنفسك امر انك هتنفذ ده في ساعتين، هتنفذه في ساعتين، وبعد ما بتخلصه بتقول معقوله انا لحقت اخلص كل ده؟ اه لحقت تخلصه، لانك حطيت له بدايه وحطيت له نهايه. يبقى لازم نحدد الوقت فعلا يا استاذه نونا المنجز للمهمه، نحدد وقت للبدايه ووقت للنهايه، لأننا لو ركزنا في الوقت ده هنعرف هنعمل إيه. القانون ده هنستفيد منه إزاي؟ ده المهم. قالك تستفيد منه إن الكل عمل موعد أخير لا يتعداه. حضرتك حددت إنك تخلص ده الساعة 7، يبقى هيخلص الساعة 7. طالما أنت وأنت بتحدد المهمة وحددت لها الوقت كنت محدد الوقت بشكل صح. يعني مش زي ما بيقولوا ايه احنا عندنا المصريين بالبركه،
يعني مش مشكلة لما تاخد وقت زيادة كمان، لا أنا عارف إن المهمة دي هتاخد ساعة، يبقى أنا محدد لها ساعة. ما تأجلش وما تسوفش. يعني إيه ما تأجلش وما تسوفش؟ ما تقفش، تقول أنا هعمل ده إن شاء الله، هبدأ من بكرة. زي ما تقول لواحد أنت ما بتصليش هتصلي، هيقولك إن شاء الله والله من أول بكرة هصلي، وأتحداه لو قام بكرة صلى. أنا مش هعمل ده النهاردة، يا ده اليوم خلص، طب بكرة إن شاء الله هبقى أعمله. بيقول لي اوعى تنسوا، ابدأ من دلوقتي. أي حاجة أنت عاوز تنجزها ابدأها من دلوقتي. لو بدأت أي مهمة من دلوقتي، بالظبط يا أستاذ نبيل، خد الخطوة الأولانية. لو بدأت أي مهمة من دلوقتي حضرتك لازم هتنجز اللي أنت بدأته، لأنك فعلا بدأته. أنت ما تنجزوش، مش هتنجزه لما هتقول بكرة هعمله إن شاء الله. انجز اللي عليك وبعدين خد وقت للراحة. في حد ممكن تديله مهمة يعملها يقول لك ايه طيب، يشتغل ربع ساعة ويقول لك هاخد نفس بقى ساعة كده ارتاح واقوم اكمل. بالظبط يا استاذة سومة، كل ربع ساعة يشتغل فيها ياخد ساعة وقت راحة. انجز انجز وبعدين دور على وقت للراحة. ما تستناش المزاج المناسب، لأن المزاج مش هيجي لوحده. بالظبط، الصوت الداخلي السلبي هو اللي بيعطلنا، عشان احنا ما بنقدرش عليه، احنا أقوى منه. سوما بتقول بيقوم من النوم يقول ارتاح شوية، هو ده نفس الشخص اللي بتكلم عليه، انه بيصحى بيشتغل ربع ساعة وبيدي لنفسه ساعة راحة بعد ربع ساعة. ساعات لما بيحدد وقت وما بيخلصش بحبط وما بكملش. لو كان هدفك واضح وعندك هدف عايزه تحققيه، عمرك ما هتحبطي. هتبصي ان الجزء اللي خلص ده، الله، مشيت سلمه من الطريق، هكمل. ما تنسناش المزاج المناسب، لان دايما او في الغالب مزاجنا مش مناسب. مفيش حاجة بتتعمل عشان مزاجنا مناسب أو غير مناسب. الشغل ملوش دعوة بالمزاج. ما تخافش إنك تغلط. احنا عارفين إن أديسون حاول كم مرة عشان يطلع لنا المصباح الكهربائي، وكان كل ما يغلط يقول أنا بتعلم من الغلط ده. ما تخافش إنك تغلط. هي أقاويل كتيرة، 99 و999 وآلاف هي. لا، المشكلة في الكثرة، إن إحنا بس بنقول إن في الكثرة بنعظم العمل اللي هو عمله، مش مهم كم مرة. لكن المهم، جميل يا سندريلا، لكن المهم إننا ما نخافش إننا نغلط. وإنت اتعلمت إن كل حاجة إنت بتغلط منها هتستفيد منها، هتعرف إن إنت هتكون أفضل لما هتغلط. إحنا عارفين إن الإنسان لما بيغلط بيتعلم من أخطائه، فالمرة اللي بعدها هينتج أفضل من المرة اللي قبلها. لكن بشرط، في مقولة بتقول لو عملت نفس الحاجة بنفس الطريقة هتوصل لنفس النتيجة. يعني أنا ماشي طريق، بدأت من أول خطوة وخدت التانية، في الآخر غلطت ما وفقتش فيه، لما اجي ابدا ما ابداش بنفس الطريقه، لاني طبعا هوصل لنفس النتيجه. استعن بغيرك، وده احنا قلنا معناه اننا نفوض. ما تتمناش، لكن نفذ وبادر. خليك مرن وقيم وعدل وعد، حطها في الفعل مره تانيه. نبدا في المهمه ونخلصها لغايه النهايه، حتى انجاز المهمه وصول نتيجه. جميل، شكرا يا سندريلا. نبدأ من حيث انتهى الآخرون. طبعا لما بيكون غيري وصل لنتائج مطلوب مني ان انا اكمل كده، انا استفدت من نظرية باركنسون. عندي نصيحة اسمها مبدأ الدقائق السبعة. يعني ايه اجرب مبدأ الدقائق السبعة؟ انا عايز اعمل المهمة دي، يا ترى انا هعرف اعملها ولا لا؟ طب يا ترى لو عملتها هقدر اكملها ولا مش هقدر؟ طب يا ترى هي مفيده؟ طب يا ترى هي افضل ادي تخمينات
طيب عندي رأي بيقول لو عندك مهمة وانت مش عارف هتعرف تكملها ولا لا، جرب انك تبدأ فيها او تفكر فيها بس لمدة 7 دقايق بس. لو لقيت نفسك هتقدر تكمل وانت فعلا عرفت تبدأ، هتاخد قرار انك تكمل. لو لقيت ان في صعوبة وبالنسبة لك طريق هتمشي ومش هيكمل، بلته ما تكملوش. يبقى في الحالة دي جرب مبدأ الدقائق 7. اتفقنا ان الصوت السلبي اللي جوانا بيأثر علينا عشان احنا ما عندناش هدف واضح. انا لما اكون راسم هدفي مهما كان الهدف فيه معوقات انا هكمله، لان انا طول ما انا محدد انا عايز اوصل لغايه فين، لو مشيت خطوه واتنين وتلاته ولقيت نفسي من جوه حد بيقول لي لا استنى شويه يا ملوش لازمه، هيكون هدفي اقوى وحلمي اللي بيستناني ان انا احققه اقوى، يخليني اتغلب على كل اللي جوايا. فعلا استاذ باسم، الهدف والحافز اللي جوايا هو دايما اللي بيخليني ما اسمعش لاي صوت سلبي جوايا. كده نكون اخدنا ازاي ممكن ناخد قرار. عندنا وقت مستخبي كتير قوي، طيب هستفيد من الوقت ده ازاي؟ احنا اتفقنا ان احنا اتفقنا بالضبط يا استاذ شيخون، درجة الهدف، درجة اهمية الهدف هي اللي بتحدد لي هوصل ازاي. واتفقنا لو ما عنديش دخل من الاهداف انا عمري ما هيكون عندي مشاكل. 50 مرة هتفرج عليه 50 مرة وانا ما فيش ورايا حاجة. ربنا يبارك فيكم جميعا. شكرا استاذ محمود، شكرا استاذة ايمان. تعالوا نقول الوقت مستخبي فين في حياتنا. الوقت مستخبي في حاجات كتيرة، زي التلفزيون، زي التليفون، زي الأكل اللي احنا طول النهار بناكل وبنضيع نص وقتنا في الأكل. بنقوم من النوم نفطر، وبعد ما بنفطر قبل ما نقوم من الفطار بنكون قلنا هنتغدى ايه، الشات، النت، الفيسبوك، النوم، اللبس والتزين، الزيارات والرحلات، وغيره وغيره اللي بيضيع فعلا يا استاذ محمود من غير ما نعرف الوقت ده بيروح ازاي. اللي بيقعد يتفرج على بداية المسلسل مش هيعرف يقوم ويسيبه من غير ما يتفرج على نهايته. اللي دخل ولقى صديقه على الشات اونلاين لازم يفتح ويتكلم معاه، وهو هيسرقه معاه للي هو فيه، الله المستعان، هيسرقه معاه من غير ما يحس ومهوش عارف يستأذن. صديقتي او صديقي اللي بيتصل بي عشان يحكي لي حاجات لي لازماني ولنا هعمل بيها حاجة حالا حالا حاضر، طالما هي مش لازماني اسمعها ليه؟ هو صديقي بيفضفض معايا وبيتكلم معايا. لما نكون عايشين في اللاوعي، المواصلات طبعا يا استاذة سارة، انا عايزة اقول لكم ان في ناس كتير قوي ممكن تستفيد من المواصلات ووقت المواصلات. احنا بقى دلوقتي سهل علينا جدا ان يكون عندنا تسجيلات صوتية لمحاضرات، لدعاء، ممكن قراءة، وممكن اكون مجهز حاجة اسمعها وانا ماشي. الناس عملت الموبايل عشان تسمع عليه أغاني للأسف، بس أنا ممكن أحط عليه محاضرة مهمة، ممكن أحط عليه برنامج مهم عايز أسمعه وما عنديش وقت في البيت أسمعه، وأنا ماشي في الطريق في كتب صوتية كمان فعلا يا أمنية، وأنا ماشي في الطريق عارف إن المعدة بياخد ساعة، يبقى أنا مجهز ده ساعة. أنا عارفة إن طريق محافظتي للقاهرة بياخد 4 ساعات، 4 ساعات دول
بيكونوا بالنسبة لنا محددين هنعمل ايه واحنا ماشيين. بالضبط يا أستاذ شيخون، بتسجل على الموبايل محاضرات وبتفضل تسمعه، وده شيء رائع جدا، وخاصة بتوافر كل ده بيرجع للهدف. جميل أستاذة أمين، إن أستاذ أمين عفوا، إن ده بيرجع للهدف، إن كان هدف واضح هيساعدنا على إننا ننهي كل ده ونتخلى عنه، البلاك بيري والفيسبوك وكل حاجة ممكن تسحبنا من يومنا. هستفيد من الوقت إزاي؟ تعالوا نحسب حسبة صغيرة جدا، إزاي الوقت المستخبي ده نستفيد منه. مستعدين؟ يلا نبدأ. بيقول لي لو أنت عملت إدارة صحيحة لوقتك هتضيف لحياتك ساعات. هو أنا حياتي لا يا أستاذة سوبا، فضفضي زي ما أنت عايزة، بس ما تخليش حياتنا كلها فضفضة. هو اللي بيحصل يا أستاذة سوما إن إحنا مقضيين حياتنا كلها فضفضة في التليفون. الحياة بتبدأ من الساعة 10 ل 11 مع سين من الناس بفضفض لهم، ومن 11 ونص الوحدة مع سين التانية بفضفض لها، والتالتة والرابعة لغاية آخر اليوم بدي تقرير الأخبار فضفضة. إحنا كده طول اليوم مقضيينه فضفضة، لكن لو ورانا حاجة مهمة عايزين نعملها أكيد وقت الفضفضة ده مش هيكون في وقت. ماشي يا أستاذة ياني، تعالوا نرجع لموضوعنا، إزاي هنستفيد من الوقت المستخبي؟ قال لي الإدارة الصحيحة لوقتك بتضيف حياتك ليها ساعات. ليه؟ هو أنا وقتي ممكن أزود له ساعات؟ قال لي آه، لو أنت أحسنت استغلال الوقت الضايع في حياتك هتقدر تستفيد من ده. تعالوا نقدر نحسبها ازاي. قال لي لو ضفت ربع ساعة في اليوم يبقى انت بتضيف 13 ساعة في السنة. ممكن تأجيلي سؤالك لحظة يا شيماء لغاية ما نخلص الجزء ده تاني. لو ضفت ربع ساعة في اليوم، ربع ساعة بس، هضيف 13 يوم في السنة. ياه، يعني أنا لو بدل ما أدي مكالمة التليفون ساعة خليتها تلات أرباع ساعة، كده هيزيد عندي 13 يوم. أنا عندنا 24 ساعة، أهم حاجة هدير الوقت ده إزاي. قال لي كمان لو حضرتك خليت ال 15 دقيقة دول 30 دقيقة، يبقى أنت كده ضفت 26 يوم. يعني أنا ضفت ال 12 شهر بقى 13 لمجرد إن أنا وفرت 30 دقيقة بس، لأن يعني لو عندي خمس مكالمات في اليوم وفرت من كل مكالمة ست دقايق، يبقى أنا كده زودت شهر في السنة. لو أنا بعمل شغل والشغل ده بدل ما نهيته في ساعة وفرت ربع ساعة منه، يبقى الربع ساعة دي هتوفر لي 13 يوم، ولو ضعفتهم هيبقوا 26 يوم. بيقول لي ده بيعادل شهر جديد من العمل كل سنة. تعالوا نحسبها بشكل تاني. أستاذ نبيل بيقول لي أقلل ساعات النوم إزاي؟ أوفر ولو ساعة واحدة في اليوم. يعني أنا بنام 8 ساعات، لو خليتهم 7 يبقى أنا وفرت ساعة. وخلي بالكم من الساعة البيولوجية بتاعت الجسم بتتعود، يعني نوم 6 ساعات زي ماشي يا أستاذ، ممكن 8 ساعات وممكن 6 ساعات، مش هيأثر ده في النوم طالما بنامهم نوم بعمق. بدل ما نمت، في ناس بتنام 10 ساعات وفي ناس بتقضي سامين قصرت شعر. احنا نتكلم في موضوع اللبس ده ما اتكلمناش عنه، اننا بنقضي نص وقتنا قدام المراية. هنلبس ايه النهاردة؟ هنحط الميك اب قد ايه؟ هجلجل شعري امتى؟ هحط عليه كريم شكله ازاي؟ بفضل لا 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 مش هلبس ده دلوقتي، انا هغير ده والبس التاني. بتنامي استاذة ياني ساعة في اليوم، يبقى دي أول حاجات هتحطيها من تخفيض الوقت. كويس جدا أستاذة شيماء، يبقى اتفقنا إن أنا لو وفرت نص ساعة في اليوم هزود ساعة. تعالوا نجرب ده في حياتنا. هنجربه إزاي؟ الشهر ده
أنا هبدأ أوفر من وقتي، هبدأ أوفر من وقتي ربع ساعة لمدة شهر. اتفقنا؟ بعد ما نقسم المربع اللي احنا أخدناه مربع أيزنهاور هنوفر ربع ساعة بس. بس الشهر اللي بعده مش هنوفر ربع ساعة، خلاص احنا اوريدي ربع ساعة بقت معانا، يبقى نوفر ربع ساعة تانية. عارفين احنا لو مشينا على المبدأ ده لمدة شهرين ثلاثة وبعدين بعد كده نبدأ تاني نوفر ربع ساعة في ربع ساعة، طالما هي حاجة غير مفيدة هنلاقي نفسنا على آخر السنة عندنا وقت كتير قوي نعمل حاجات كتيرة ما كناش نتوقع أننا نعملها. طبعا محتاجين كل يوم ممكن يعمل نتيجة عكسية. ليه يا أستاذ أسامة؟ كل حاجة عندنا لازم تتبرمج، حتى وقت الراحة فعلا يا أستاذ أمين، كل حاجة عندنا لازم تتظبط. لأن زي ما بقول، يمكن هو المثال كان دعابة، إن أنا بقول بشتغل ربع ساعة وبرتاح ساعة، إن حتى وقت الراحة اللي إحنا بناخده لازم يكون له حساب. لأن الناس اللي عندها أهداف كتيرة قوي لازم تجري في أجازات أسبوعية. طبعا الجسم لو ما خدش أجازة أسبوعية هيتعب، لازم يكون في وقت للترفيه، وقت لزيارة الأسرة، وقت العلاقاتنا الاجتماعية، لازم يكون عندنا جوانب الحياة كاملة فيها تكامل. لأن مش جميل قوي إن أنا أكون متميز في شغلي لكني فاشل في أسرتي، أو فاشل في علاقاتي مع الآخرين، أو ما بقومش بواجباتي العائلية، أو ضيع على حساب صحتي. كل ده لازم يكون فيه تكامل، وده بنسميه التكامل بين جوانب الحياة. لازم يكون في توازن في عجلة الحياة. بالظبط يا أستاذة سحر، يمكن ده بنقوله إن لو أنا غيرت مرة واحدة بس وأنا نازل، حطيت إيدي في الدولاب طلعت طقم واحد ولبست ونزلت، والله الناس بفرق معاها أنت لابس إيه النهاردة وكنت لابس إيه امبارح. وأراهنك لو أنا نزلت النهاردة ببدلة وحد قال لي أنت كنت لابساها امبارح، أو كان لافت انتباهه أصلاً كنت لابساها امبارح. إحنا اللي عايشين في وهم إننا لازم يكون لبسنا شيك ونضيف وشكله كويس وزي الفل في كل حاجة، ولكن مش لازم أفضل ألبس ده وأغيره وألبس ده وأغيره وأقف قدام المراية شوية. أنا أعرف ناس ممكن يكون معاهم الساعة واحدة بيلبسوا من الساعة 10. اللي بيهتم بعمله بيكون شكله عادي وبسيط، ممكن على فكرة يكون يا أستاذة سوما عميق جدا لكنه ما أخدش كل الوقت عشان يعمل ده. صحيح. يبقى اتفقنا على أول مبدأ هنعمله من أول النهاردة، إننا هنبدأ نوفر بالتدريج. الباوربوينت هدية يا دكتور حنان ليكم، والأكاديمية تشوفوا انت تاخدوها منه ازاي أو بينزلها لكم ازاي. لأن هو أنا عندي في مشكلة، في صعوبة، أنا بعتذر اللي طلبها مني على النت، إنه في صعوبة في تحميله على النت علشان المكياج يا أستاذة، كل ده تكاوي يخلص بسرعة. الله جميل يا أستاذ أمين، ممكن نساعد في التصور. لو قلنا ربع ساعة اللي هنوفرها في مكالمة ممكن أقرأ فيها حزب من المصحف أو عدد من صفحات من كتاب مفيد. اوعى تنسى تغذي عقلك، اوعى تنسى إنك لازم تقرأ كويس جدا، على الأقل كتابين كل شهر. اوعى تنسى إنك لازم تختم المصحف، وإن ربع ساعة اللي انت بتقضيها في اللهو ده هتسأل عليها يوم الدين. ما احنا قلنا يا ترى وصلتك الرسالة ولا ما وصلتكش. ربنا لما أقسم بالوقت، لما قال لك والعصر إن الإنسان لفي خسر، ربنا لما أقسم بالوقت كان بيعني إيه؟ إن دي حاجة بسيطة هنتحاسب على كل دقيقة بنقضيها، على كل وقت بنضيعه. يبقى احنا من دلوقتي هنتفق، احنا عارفين الناس كل
الوقت بتاعها ضايع، لكن في حاجات مهمة قوي ممكن تلاقي الناس طول النهار مضيعة وقت، لكن وقت الصلاة بتلاقيه بسرعة في كلمة بتزعجني جدا، هخطف الركعتين دول. هتخطف ايه؟ هتخطف اللي باقي لك في الاخر عند ربنا. كل حاجة بيدي لها وقتها، بيقف قدام المراية، بيتكلم في التليفون، بيقضي كل اللي هو عايزه، لكن يجي الوقت الصلاة يبقى بيجري بسرعة يخطف وقت الصلاة. حتى اللي ممكن يقراه بعد الصلاة، ممكن لو أخد حزب واحد بعد ما يصلي ما عندوش وقت يقراه. خلونا نقول نستفيد من وقتنا نرضي ربنا. فعلا يا أسامة، يود لو المسلم يرجع للدنيا ليصلي ركعتين فقط. ربنا يرحمنا جميعا. طيب أستاذة سومة بتقول شغل البيت الروتيني، احنا ممكن نستغنى عن تنظيف البيت ليوم واحد مثلا او نخليه مرتين باسبوع. بص يا أستاذة سومة، في ناس كتير عايشة في حياتها، وخصوصا السيدات للأسف الغير عاملات، عايشة حياتها كلها انها تقوم من النوم، اللي بتعمله النهاردة هو اللي هتعمله النهاردة، هي اللي هتعمله بكرة وهكذا. عايزين ننظم وقتنا ونعرف ايه اللي ممكن نستغنى عنه. الوقت اللي انا بعمل فيه البيت ممكن استغنى عن جزء منه لمصلحة تانية او حاجة تانية اكون انا بستفيد بيها. يبقى نبدأ من الحاجة اللي عندك. انت كده دلوقتي بدأت تحددي عندك ايه المهم وغير مهم، وتبدأي تستفيدي من وقتك ازاي. خلونا نكمل الشريحة اللي بعدها. بيقول لي قصة الحطاب والفأس. بيحكي لي ان في حطاب كان قاعد تعبان وبيجتهد جدا ان يقطع الشجرة في الغابة، لكن الفاس بتاعه اللي بيقطع بيه ما كانش حد، ما كانش مسنون، هو ما كانش سنه قبل ما يبدأ. عدى عليه شخص فقال له اللي انت فيه ده بس يا سيدي، ما تسن الفاس بتاعك الاول. فالحطاب رد عليه وهو تعبان ومنهك، قال له هو انت ما انتش شايفني مشغول في شغل ازاي؟ اللي بيقول ان مشغول ومفيش عنده وقت عشان ينظم وقته، ده زيه زي الحطاب في القصة بتاعتنا. لو كان سن الفاس بتاعه فكان هيساعده ان يقطع الشجرة بسرعة، وكمان هيساعده ان يبذل مجهود اقل فيقطع الشجرة، ويمكن يساعده ان يتنقل لشجرة تانية. عشان كده تنظيمك لوقتك بيساعدك انك تتم شغلك ده بسرعة وبمجهود اقل، وكمان هيديك فرصة انك تغتنم فرص كتيرة ما كانش تخطر على بالك لانك كنت مشغول. دي معادلة صغيرة قوي، إن علينا إننا نجهز الأرض قبل ما نزرعها، نجهز أدواتنا قبل ما ندخل نشتغل. كمان الوقت علينا كمان إننا نخطط إزاي دي طول اليوم. لو خططت صح هتوصل لكل اللي أنت عايزه صح. كل ده ليه؟ لأن الوقت له منافع كتيرة جدا. وتعالوا نقول ايه هي منافع او فوائد ادارة الوقت. انتم الاروع استاذ محمود، ايه هي فوائد او منافع ادارة الوقت؟ اشوف مشاركاتنا. نفسي اكونش متوترة بعد النهاردة. مش هتكوني متوترة جدا يا سومة بعد النهاردة. الإنجاز، توفير وقت كبير جدا، توفير المجهود، تسهيل أمور حياتنا، تحقيق أكتر في وقت أقل جميل، للتفوق في الحياة، توفير وقت للأعمال الأخرى، الإحساس بطعم الحياة، تحقيق الأهداف في وقت قليل، ممكن ننجز مهام كبيرة، إنجاز العمل، تحقيق الأهداف، راحة نفسية، تنظيم الحياة، تخطيط الجيد، مش هقول رائعون بس، بذل مجهود أقل. فعلا فعلا هنقول سقفوا لهم، رائعين جدا. الوقت في النهاية هو الحياة. التصميم الجيد بيقول لي الجميل جميل، والله جميل، أنا سعيدة جدا جدا بالحضور الرائع ده.
صوت حضرتك بيذكرني بصوت دكتورة مها. طيب شكرا يا أستاذة شيماء، تعالوا نكمل. احنا عايزين نقول منافع الوقت ايه؟ قال لي اول حاجة إدارة الوقت ليها منافع كتيرة، زي التحكم في الضغوط. شايفين الصورة اللي قدامنا، الأستاذة قاعدة ويا عيني عندها شغل كتير جدا 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 ومش هتلحق تخلصه. التحكم في الضغوط بيقول لي إن إدارة الوقت هي أكتر المنافع، هي عفوا هي أكبر مانع بيخليني يخرجني من الضغوط، بيخليه يسيطر لي على الضغوط. ليه؟ لأن عندها وقت محدد كمان هتحقق نتائج أفضل في وقت أقل. هي عندها وهم إن عندها شغل كتير جدا ممكن يخلص كله في 10 دقايق. لو عملت تنظيم للوقت هتقدر تتحكم في الضغوط. الشريحة اللي بعدها بتقول لي توازن الحياة، اللايف بالانس. لو حضرتك عملت إدارة لوقتك، العمل لما تكون بتشتغل ساعات طويلة وحضرتك بتاخد شغلك وانت رايح بيتك، ده بيأثر على بيتك. لكن لو اتعلمت انك تدير وقتك كويس هتعمل حاجات كتيرة انت عايز تعملها بدل ما تقضيها في العمل. وكنا بنشوف كتير قوي ان الموظف والمدرس في المدرسة هو مروح اخد في ايده الكشاكيل بتاعت التحضير واخد في ايده درجات الطلاب عشان يخلص شغله في بيته. الحمد لله يا سوما ان بقى لها حاجة مفيدة. فده بيقول لي لو عملت توازن في حياتك ده هيجي نتيجة ان حضرتك عملت ايه؟ عملت تنظيم لوقتك. زيادة الانتاجية، طبعا احنا قلنا اننا بنضيف ساعات لحياتك. لو انت عرفت ازاي تقضي وقتك وتدير وقتك كويس وهتديره ازاي، هتقدر تبدل نشاط بدل التاني، وكمان هتقدر تضيف حاجة جديدة تخليها تساعدك على زيادة انتاجيتك. لو في موظف او في مدير عاوز يعمل اجتماع ويقعد الموظفين عشان يقول لهم ان في قرار ان هم هيعملوا ايه او ان في حاجة هيوصلوا ليها، طيب ما ممكن يبعت لهم ايميل بدل ما يجمعهم. بالظبط يا استاذ امين، خير الاعمال عند الله ادومها وان قلت. يبقى هو ممكن بدل ما يجمع الناس ويقول لهم ممكن يبعت مره واحده ايميل واحد لكل الناس يوصلهم بالخبر اللي هو عايزه. يبقى هو كده بيزود انتاجيته. في حاجه مهمه كمان قلناها هي تحديد الاولويات. هو تنسف ان ده واجب النهارده، انك لازم تحدد ايه عندك مهم وايه غير مهم، لان من تحديد النهارده هتقدر تحدد ايه اللي حضرتك هتحتاج تعمله. معظم الناس اللي عندهم مشاكل هم اللي ما بيعرفوش يحددوا أولوياتهم. حضرتك لو حددت أولوياتك ده هيديك فرصة إنك تزود وقتك أكتر ويكون عندك وقت أطول. هتحقق أهدافك زي ما احنا شايفين البنت الجميلة اللي فرحانة إنها حققت أهدافها. هي في البداية كان عندها هدف، لما نظمت وقتها. حاضر يا أستاذ إسلام، ذكرني في نهاية المحاضرة عشان ما نقطعش الأفكار اللي احنا ماشيين فيها لو سمحت. تحقيقك لهدفك معناه رابع حاجة كانت تحديد الأولويات يا أستاذة سارة. بعد تحديد الأولويات هيكون تحقيقك للهدف، أهم غاية تحققها
فعملية إدارة وقتك إنك تحط لنفسك هدف معين. أنا قلت مش هدف، أنا قلت زخم من الأهداف. يعني إيه زخم من الأهداف؟ يعني عندي مجموعة أهداف كتيرة بدور إن أنا أحققها. طالما عملت إدارة لوقتي وعملت خطة معينة، ده هيساعدني إن أنا أوصل لهدفي بسهولة ولا بصعوبة؟ طبعاً بسهولة جدا هقدر أوصل لأهدافي، لأني في البداية عملت إدارة جيدة وفعلا عملت أولويات للأهداف. بيقول لي افتكر، افتكر كويس جدا، خلي بالك أن إدارة الوقت قلنا قضية ذاتية، حاجة تخصك أنت، لازم تناسب ظروفك وطبيعتك. اوعى تنسى ان تغيير العادة بياخد وقت طويل ومجهود كبير. اوعى تنسى انك طيب. تعالوا نكمل محاضرتنا. وصلنا لغاية فين؟ حد فاكر ولا نسينا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا لمنافع، لا مش هننسى ولا حاجة أستاذ أحمد. وصلنا لمنافع إدارة الوقت، وقلنا منافع إدارة الوقت إنها بتساعدني في التحكم في الضغوط. حاجة تانية توازن الحياة، وكانت عجباكم الصورة جدا، زيادة الإنتاجية، تحديد الأولويات، وخامس حاجة تحقيقك لأهدافك. وقلنا في تحقيق الأهداف إن طالما أنا كنت محدد أهداف، يبقى أنا في الحالة دي عرفت أوصل لها، لأن أنا كنت بدير وقتي بشكل كويس. لو ما كانش عندي أهداف وعندي زخم من الأهداف، يبقى ما كانش له لازمة أساساً إن أنا أنظم وقتي، فبالتالي مش هيكون عندي أي منفعة من تنظيم الوقت. وكمان قلنا بعدها افتكر كويس جدا ان إدارة الوقت قضية، قلنا ذاتية، بتناسب ظروفك وطبعتك. وما تنساش ان تغيير اي عادة هياخد وقت طويل وكمان مجهود كبير. بمعنى انا متعود انام 8 ساعات، عشان اغير ال 8 ساعات واخليهم 7 هاخد وقت. أنا متعود أقف ساعة قدام المراية قبل ما أنزل عشان أخليهم 3/4 ساعة هاخد وقت. وخلينا نتذكر إن العادة لو اتكررت لمدة 21 ساعة 21 يوم عفوا، بغير أو أبتسب عادة، برافو يا أمنية، زي ما نقول خلال 21 يوم بقدر أغير العادة واكتسب عادة جديدة. وده اللي احنا عايزين نتعلمه، ان مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مش هتنفع تتنفذ، لا بالعكس هتتنفذ بمنتهى السهولة. لان لو كل 21 يوم زودنا ربع ساعة في وقتنا، اكيد هيفرق معانا كتير في نهاية السنة. دي كانت منافع الوقت. كمان بيقول لي اوعى تنسى لو كنت هتمشي على خطة امبارح، انت بكرة هتوصل للي وصلت له النهاردة. يعني كل يوم لازم نخلي بالنا خطتنا دايما تكون متجددة، ولازم يكون دايما لينا اهدافنا. استوب، اقف، خلي بالك ازاي هتتعامل مع مضيعات الوقت. اقف، خلي بالك كويس قوي ان انت عرفت ان عندك مضيعات وقت كتير، هتتعامل معها ازاي؟ خلينا نعرف يعني ايه مضيعات الوقت. ماكنزي وريتشارد سنة 91 عرفولي مضيعات الوقت بانها كل ما يمنعك من تحقيق اهدافك بشكل فعال. انت لك هدف، كل اللي بيمنعك من تحقيق الهدف ده هو من مضيعات الوقت. عايزة مشاركتنا، قولوا له ايه هي مضيعات الوقت، ايه الحاجة اللي بتضيع وقتي؟ الفيسبوك والكمبيوتر، جميل استاذ محمود المصري، اشياء ما بتجيش عليها من نفع، جميل امنية، برامج الشات دي كارثة، برامج الشات دي لوحدها، تلفزيون، دردشة الاصدقاء، النوم الكتير،
الغيبة والنميمة، طبعا الغيبة والنميمة الكوميونيكيشن، وسائل الاتصالات او وسائل الاتصال. احنا نمنا ولا ايه؟ ده احنا خدنا كأننا خدنا بريك. احنا زحمة الشوارع، المواصلات، برافو. عدم القدرة على التحكم في إدارة الوقت. عايزين نقول ازاي هنتعامل مع مضيعات الوقت الكتيرة اللي انت قلت عليها. اول حاجة ازاي هتعامل مع مضيعات الوقت؟ قال لي مضيعات الوقت في البداية تعرف هي ايه. اول حاجة ما بتقدرش تقول لا. اول حاجة بتضيع لك وقتك انك ما عندكش القدرة انك تقول لا. اتعلم تقول لا. اتعلم اللي انت مش هتستفيد منه واللي هيضيع لك وقتك واللي هيأثر عليك، انك انعدام ثقافة الرفض دي حقيقة يا أمنية. ان احنا بنتكسف نقول لا، بنتكسف نقول مش هنعرف نعمل ده، او ملوش لازمة، او انا مشغول. خلونا كلمة جميلة قوي انعدام ثقافة الرفض. مش كل الناس هينفع نقول لها لا، ممكن يا أستاذ محمود نقول لا بس بهدوء. يعني ممكن بدل ما أخلي المكالمة ساعة أخليها ربع ساعة وانهي بهدوء. أنا كده ما قلتش لا، ما قلتهاش صريحة للي قدامي بشكل يخليه يزعل، لكن في نفس الوقت قصرت المسافة اللي بترهقني لأنها بتضيع وقتي. التأجيل أو التسويف، برافو يا أمنية. التسويف معناه ان انا مش هعمل دلوقتي، ان شاء الله هعمل، ان شاء الله هعمل. التخطيط السيء. ثالث حاجة وده مهم جدا، ان انا عندي تخطيط سيء، ما بخططش صح. يعني بدي للمهمة ساعة وهي بتاخد 10 دقايق، بدي للمهمة اسبوع وهي تخلص في يوم. بخطط للفشل، بمشي في خطوات عارف من البداية إنها مش هتوصلني النتيجة. عشان كده نرجع لمبدأ الدقايق السبعة اللي قلنا ندي عليها مثل. أنا دلوقتي عايز أجرب، هعرف أعمل الشيء ده ولا لأ. أنا ما بخططش، بقول إن شاء الله هعرف أعمله، إن شاء الله. طيب ما تحدد هتعمله إزاي، ما تخليله بداية ونهاية. لو هتعرف تعمله وتحدد له بداية ونهاية هينتهي، لكن لو ما خططتش وسبتها تمشي بالبركة يبقى إن شاء الله، إن شاء الله هتتم أو ما تتمش. أنا ما خططتلهاش أساسا، ما فيش تنظيم، في تفويض لكن تفويض غير كامل. إحنا قلنا هيبقى في مساعدات من الآخرين، في حد هيساعدني، لكن أنا جبت 2 يساعدوني لكن فضلت على الصغيرة والكبيرة أقول لهم وروني أنت وصلتوا لغاية فين. أنت المفروض تدربهم واللي أنت تخليهم يعملوه هم هينجزوه ويديك نتائج نهائية، يبقى أنت كده عملت تفويض. لكن إيه معناه أنك تعمل تفويض وتتابع خطوة بخطوة؟ هو ده يبقى تفويض. ده اللي بيسميه التفويض الغير كامل. يعني خليت أشخاص يساعدوك لكن للأسف أنت اللي بتقوم بكل المهام. كمان التسرع، ما بتاخدش وقتك، بتتواصل بشكل سيء مع الآخرين. كل دي من مضيعات الوقت اللي احنا عايزين نتغلب عليها. بيقول لي عشان تنجح في مثلث اسمه مثلث النجاح، بتكون من 3 أضلاع. جوه المثلث ده انت، يبقى محتوى المثلث هو انت. اضلاع المثلث الثلاثه 3 حاجات مهمه. ابدأ باداره الوقت واداره الاولويات، وما تنساش الضلع الثالث التفويض. يبقى مثلث النجاح الذاتي، ازاي تنجح في اي عمل انت بتعمله
عندك ثلاث أضلاع للمثلث، دير وقتك صح، دير أولوياتك صح، واوعى تنسى تفوض اللي ممكن غيرك يعمله بسرعة، وفي نفس الوقت هيوفر لك وقت كتير قوي انت تنجز بيه حاجات أهم. كده يبقى زي ما قلنا عملنا إدارة ذات، لكن ما عملناش إدارة وقت، لأن المهم إن أنا أدير ذاتي، مش المهم إن أنا أدير وقتي. هيبقى لي سؤال، هبدأ منين؟ أنا دلوقتي قاعد عندي حاجات مهمة وغير مهمة، حاجات مهمة وعاجلة. أقف على نقطة البداية. في البداية عشان نبدأ صح، أول حاجة هتعملها هتعمل قائمة فيها كل أهدافك. أهدافي إيه؟ حددت مجموعة الأهداف. الخطوة الثانية مباشرة إنك تحدد الأولويات. أنا مش المهم يكون عندي أهداف وبس، لكن هبدأ منين؟ حددت الأولويات. سنة. طيب يبقى انت لازم تعمل قائمة بالأهداف اليومية، كل يوم هتنجز ايه. يعني عندي خطة 30 يوم في شهر مارس متقسمة اليوم الاول والتاني والتالت، كل يوم هدف ايه انجزه. يبقى وقفنا على اول خطوة، بحدد أهدافي بشكل عام، برتب أولوياتي، لكن الأهداف دي مش عارف مدرسة أو طالب الجامعة عاوز يمتحن في المادة دي، هو فعلا عنده 5 مواد هيذاكر فيهم، لكن هيذاكرهم إمتى؟ إن شاء الله آخر الترم. لكن لو قسم الجدول بتاعه وعارف إن كل يوم عنده من كل مادة قد إيه هيذاكر، هينجز المواد دي في الوقت المحدد. ودايما بيقول لي اتبع الطرق المختصرة، يعني دور على الحاجة على الوقت القصير، الطريق القصير مش الطريق الطويل اللي انت تمشي فيه. دور على الوقت المستخبي واحنا حددناه. كمان اسألك سؤال، الفايدة اللي انت ممكن تحصل عليها في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي، يا ترى استفدت؟ يا ترى ممكن يكون في فايدة استفدتها في اللحظة اللي انت موجود فيها دلوقتي؟ وتحدد انت استفدت ايه، او ممكن تستفيد بعد شوية بايه. كمان اوعى تماطل، اوعى تدي للمهمة اكتر من وقتها. انجز اللي عاوز يتعمل دلوقتي الوقتي، ما تستناش بعد شوية، ما تقولش ان شاء الله بعد ساعة هروح اعمل ده. ابدأ من دلوقتي، وخلي بالك تجنب اي نشاط ممكن يضيع لك وقتك، وما تكونش لعبة في ايد الاخرين، ما تسيبهمش يضيعوا لك وقتك. انت عرفت مين هم لصوص الوقت، يعني هتعرف تتجنبهم. خليك نادر، خلي لك قيمة عالية، خلي الناس تدور عليك تكون معاك. لو انت بصيت لنفسك، بص لنفسك كويس وشوف لو انت كنت انسان نادر، مش اي حد بيلاقيك، ممكن تكون عامل ازاي. اوعى تنسى، خليك انسان نادر. طول ما انت انسان نادر، كل ما انت هتنجز اكتر واكتر. بدل ما تخلي الاخرين يستغلوا وقتك، جند اللي حواليك عشان يوفروا عليك الوقت. قلنا هنخلي اللي حوالينا يساعدونا، هنستثمر الوقت، هنفوض. اوعى تنسى تسن الفأس زي الحطاب، خطط لبكرة كويس قوي، وكمان وازن بين جوانب الحياة.
قلنا ده مهم جدا اننا نوازن بين جوانب الحياه، البيت، الحياه الاجتماعيه، العمل، الصحه، وكل ده والجانب الروحاني بيشمله ثقتك بربك وقربك منه. كده يبقى اتعلمنا نبدأ منين، وعرفنا ايه فوائد إدارة الوقت. في النهاية هيكون لي بعض النصايح ياريت نفتكرها كويس. لو خططت من غير ما تنفذ ده بيساوي صفر. ليه صفر؟ مش مهم انك تحط خطة جيدة، مهم انك تبدأ في التنفيذ. لو انت عندك مجموعة من المهام، ابدأ بالصعب اللي انت ما بتحبوش، ما تبدأش بالسهل. في ناس كتير تقولك لو خططت الخطط الجيدة اللي ما بتتنفسش بتساوي صفر. يا أستاذ محمود، يعني حضرتك حطيت خطط كتيرة لكن ما نفستهاش، ملهاش أي قيمة. لو جاء عندك مجموعة من المهام عاوز تنفذها، ابدأ بالصعب اللي بتحس انه تقيل على قلبك، وقت ومجهود مني كتير، بس لما هينتهي بسرعة لانك هتديله كل طاقتك هتلاقي اللي باقي اخف، هيكون عندك العزيمة والدافع انك تكمل. كمان لو عندك مجموعة من نشاطات عاوز تنفذها، خليها في وقت الذروة. احنا عارفين ان وقت الذروة بيكون من الساعة 4 للساعة 7 الصبح، ومن الساعة 5 للساعة 10 بعد الظهر. ده وقت بتكون فيه في قمة نشاطك، نتعلم تقول لا، التزم بمواعيدك، وحاول تنتهي من كل حاجة انت عملتها في معدها، ما تسوفش. بحب اتبعها ان انا اشجع نفسي واعاقب نفسي، يعني برافو عليا انا نهيت ده في ميعاده، انا كده استاهل حاجة حلوة. حاجة حلوة دي اللي نفسي بتحبها، انا هحرم نفسي من الحاجة اللي انا بحبها لاني ما انجزتش اللي انا عملته. لما تكون عندي مهام صعبة افتتها، كل ما فتتها لمهام بسيطة هتلاقيها بقت اسهل. حب اللي انت بتعمله لغاية ما تعمل اللي انت بتحبه، اوعى تنسى انك دايما تبقى انسان متفائل، اوعى تندم على اللي فات. عمرنا اللي فات كله هو فات، لكن فكر من اول النهاردة هتبدأ منين. فكر بطريقة ابداعية ازاي توفر وقتك. ممكن توفر وقتك، اول حاجة تقدر توفر بيها وقتك انك تنام بدري وتقوم من النوم بدري. اولا بتنام بدري وبتصحى بدري، فده معناه انك بتكون صحيح، مرتاح، جسمك مرتاح، ذهنك مرتاح، عايز توصل. خليك دايما دقيق في مواعيدك، بمعنى علم اللي قدامك انه يلتزم بمواعيده، وحضرتك كمان تلتزم. زي ما بقول عندنا مشكلة ناس كتير قوي ان ما عندناش التزام بالمواعيد. يعني ممكن اقول لحضرتك معادنا بكرة الساعة كم، تقول لي بعد العصر. يا سيدي ما هو من بعد العصر دي تشمل من بعد العصر ممدودة، اللي هي امتى بالضبط يا امية؟ ابدأ بنفسك وهيتغير اللي حواليك. لو اللي قدامك عارف ان معادك الله الهدف 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 ثم الهدف، جميل استاذ امين. لو اللي قدامك عارف ان معادك 5 هو 5، هيجيلك الساعة 5. لو عارف ان لو جالك 5:05 مش هيلاقيك، هيعرف يجيلك قبل معادك. دايما قدم ساعتك 5 دقايق عشان توصل في معادك. يعني الساعة 6 يبقى أنا ساعتي متقدمة 5 دقايق، هكون في المعاد 6 إلا 5.
كل يوم قبل ما تنام الهدف 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 ثم الهدف، زي الأستاذ أمين قال، استعرض قائمة أهدافك كل يوم قبل ما تنام ولما تصحى من النوم، هي الحاجة الوحيدة اللي هتكون حافز لك إنك تكمل من غير ما تقف في نص الطريق. زي ما ناس كتير قالت، أنت بالليل بتفكر نفسك بهدفك، والصبح لما بتصحى بتفتكر هي إيه أهدافك. طول ما أنت بتشحذ عقلك بأهدافك اللي أنت عايز تحققها، أكيد أكيد هتحققها. لو عملنا عمل الأمس اليوم غدا نصل لليوم. فعلا يا أستاذ محمود، أنا قلت لحضراتكم الكلمة دي وإحنا ماشيين، إن إحنا لو عملنا شغل امبارح بكرة هنوصل اللي وصلنا له النهاردة. ونصيحة، ما تستناش الوقت المناسب، لأنه عمره ما هيجي. هيجي بيقول لي النجار لما بيجي يدق المسمار ما بيدورش على مكان فاضي يدق فيه المسمار، هو بيحدد المكان اللي عاوز يحط فيه المسمار وبعدين بيدق. كلام ده صح؟ اعرف انت عايز ايه، اترك عليه بعزمك، هتلاقي الوقت المناسب. من فضلك اقف مع نفسك عشان تشوف الماضي استثمرته في ايه، عشان ده يكون بداية حقيقية انك تدير وقتك. حاسب نفسك على اللي فات، بس خليك رحيم على نفسك. حاسب نفسك انت عملت ايه، ولكن ده عشان تبدأ من جديد. هتبدأ منين يا ترى؟ انا عايز اوصل لايه؟ نحاسب نفسنا احنا وصلنا وعملنا ايه، وهنبدأ النهاردة ان شاء الله منين. خلي هدفك يكون واقعي، خليه مهم، خليه قدام عينك. دايما تحدى نفسك انك هتقدر تعمل ده. وفي كلمة جميلة احب دايما اقولها لكم والكل روادي اللي بيحتاروا معايا، ان كل انسان جواه اسد بيناديه وبيقول له انا قوي، انا قادر اعمل ده. خلي الأسد اللي جواك يطلع ويقول أنا هعرف أعمل ده، أنا هقدر أوصل لهدفي وأحققه إن شاء الله. حفز نفسك إنك تحقق أهدافك وكافئها على ده. بدأ من أول النهاردة، تحدد إيه اللي أنت عايز تعمله، برمج نفسك على إنك تكون شخص فعال مغتنم لوقتك، وعايزك تقعد وتغمض عينك وتتخيل الناس وهي بتبص عليك عشان تقتدي بيك. واعرف كويس قوي ان انت اهل لده. افتكر تاني، غمض عينك وبص الناس بتبص عليك ازاي وهي عايزة تعمل زيك وتقتدي بيك وانت اهل لده. استعن بالله، استعن بالله. ابدأ دايما عملك مبكرا، عليك بالدعاء، اوعى تنسى حق اهلك ووالديك عليك. ابدأ من دلوقتي وما تقولش بكرة. احنا كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة. يا رب تكون محاضرة مفيدة، تكون بداية لإدارة وقتنا، لأ لإدارة ذاتنا. احنا اتفقنا أننا جايين نعمل إدارة للذات ومش إدارة للوقت. سعيدة جدا أن كنت موجودة معاكم. شكرا ليكي يا سمر. طبعا قطع النت أو فصل القاعة. إن شاء الله كده
النهارده اليوم الثالث. شكرا استاذ محمود لوجودي معاكم، ربنا يبارك فيك يا امنيه. شكرا ليك يا استاذ محمد رمضان، شكرا ليكم على ميرسي يا امنيه، كل النجوم الجميله دي ربنا يبارك فيكم. انا سعيده قوي بوجودي معاكم لمده 3 ايام متصله. يا رب التبرومه دي تفرق معانا في حياتنا. الامر سهل لو بدأناه من دلوقتي. احنا قلنا مشوار الالف ميل دايما بيبدأ بخطوة واحدة. نبدأ اول خطوة، هنلاقي الخطوات كلها اللي بعدها هتكون اسهل واسهل. نبدأ، اتفقنا استاذ استاذة فاطمة؟ حضرتك بيكون عندك هدف بتبدأي، وبعد شوية بتقفي لسبب واحد بس، ان لو حضرتك كنت مؤمنة بهدفك وبحلمك هتجري ورا حلمك لغاية ما يتحقق. الناس اللي حماسها بيقف هي ناس بتبقى رسمة هدفها، عايزة اقول انها بتكون رسمة هدف صوري لنفسها، مش عاملة هدف حقيقي. لان لو عندك هدف حقيقي في الحياة لازم هتحقق هدفك، ومهما وقفت لازم هتجري تحققه. عايز اقول لكم ان لم تزد شيئا على الحياة فانت زائدا عليها. لو عشت حياتك هتزودش فيها اي حاجة فانت هتكون زايد على الحياة دي. عايزين يكون لنا سيرة طيبة، عايزين يكون لنا أعمال جميلة يتذكرها الناس وإحنا عايشين أو بعد وفاتنا. لأن مش الإنسان اللي عاش، الإنسان اللي عاش ولما مات كان عايش بعد ما مات بكل أعماله اللي بيقدمها للناس. أي سؤال؟ أستاذ إسلام، بالنسبة لإدمان الإنترنت وتسويف الوقت بشكل مبالغ فيه، أولا إدمان الإنترنت عايز يتعالج لأنه أصبح مرض العصر. في دراسات كتيرة جدا اتعملت على إدمان الإنترنت. أنت اللي قادر تغير نفسك في إدمان الإنترنت. مش هقولك قال الشعر وأنت امرئ منا خلقت لغيرنا، حياتك لنفع وموتك لفاجعون. جميل. إدمان الإنترنت هو موضوع من الموضوعات الشائكة جدا اللي موجودة في الوقت الحالي، إن دي تقنية بتسحبنا كلنا ليها. لكن تعالوا نقول، يمكن الكلمة دي اتقالت أثناء المحاضرة، إن أخيرا عرفت إن في فايدة للإنترنت. أولا في محاضرات يومية موجودة على الإنترنت للمنفعة في كل المجالات. أكيد الأكاديمية هنا بتقدم كل المجالات، وهي فعلا من الأكاديميات الرائعة اللي بتقدم تغطية لكل المجالات اللي أنت عايزها في مواعيد مختلفة. خلي وجودك على الانترنت، لو انت بتقعد دلوقتي 10 ساعات قرر ان يقله ساعة او 2. بالتدريج كل يوم هتلاقي نفسك انت هتتغلب على الادمان لو لقيت بديل. بمعنى ان حضرتك لو كنت، ان شاء الله يا امنية باذن الله اكيد يساعدني الكلام ده، حضرتك لو قلت هوفر ساعتين من ادمان الانترنت لكن هقوم اتفرج على التلفزيون، بعد ما تقوم تفتح التلفزيون هتبص لنفسك وتقول ايه ده اللي انا بعمله ده؟ طيب ما انا اقوم اكلم صاحبي افضل. يبقى لازم الوقت اللي انت هتوفره تكون بتعمل بيه محدد حاجه مهمه هتعملها في الوقت ده. سمر بتقول المشكله ان انا بقعد على الانترنت لفترات طويله بجد، ولما بيكون حاجات للكليه او حاجه بعملها بس لما بتزنق والوقت بيضيع عليا. بالظبط يا سمر، احنا اتفقنا دي مش مشكلتك لوحدك او مشكلتنا لوحدنا، مشكله ناس كتيره جدا، بدليل انها بقت مشكله عالميه بتعمل فيها دراسات كتيره جدا في الماجستير والدكتوراه، فيها ابحاث كتيره جدا والناس مش عارفه لها حل غير اننا نبدا بنفسنا، نبدا نحدد هدف اهم من قعدنا على الكمبيوتر. زي ما يكون ورانا مشوار مهم عايزين نخرجه نتفسح مع اصحابنا. استاذ امين بيقول سر المحافظه على الحماسه الهدف زائد خير الاعمال عند الله ادومها وان قلت، ده حقيقه، اختيار الوسيله المناسبه لمجهود كل شخص. تاني نكمل، جميل يا استاذ امين، تاني نكمل
موضوع الانترنت، لان ده من الموضوعات الشائكه جدا اللي موجوده في الوقت الحالي. الانترنت موجود عليه حاجات مهمه وحاجات غير مهمه. حاول تشغل ورشات او لنتفرج على اي شيء. انا دلوقتي في ناس كتير فاتحه الانترنت حتى على المسلسلات وكره القدم والاخبار وخلافه. نحاول نقتطع جزء من ده، بس ارجوكم في حاجه مفيده، لان المشكله انها مش هتتعالج لو انا خرجت من النت اتفرج على التلفزيون او خرجت مع صاحبي او اتكلمت في التليفون. يبقى كله بقى شبه بعضه. حط لنفسك هدف، لا مجموعة اهداف، لان ما ينفعش هدف واحد بس. استاذة اللي كانت بتسأل انها اتخرجت، استاذة فاطمة عندك هدف وكتباء قدامك بس ما عندكيش الحماس ولا حتى اصرار، مش عارفة ليه. اشحني نفسك ايجابي لهدفك يا استاذة فاطمة، وغمضي عينك واحلمي بنفسك لما تحققي هدفك ده بعد فترة قريبة هتكوني وصلت لايه. شوفي نفسك والناس بتسقف لك، وانت بتسقف لنفسك وانت فرحانة باللي انت بتنجزيه قد ايه هيفرق معاكي. الفيسبوك يا دكتورة حتى لو ما بنعملش عليه حاجة غير رفرش للبيج، بس لازم نفتحه ونقعد عليه، لانها ما فيش عندي حاجة تانية اعملها. يا سمر لو قدامك حاجة تانية هتعمليها مش هتلحقي تفتحي الفيسبوك. الدقايق السبعة، حضرتك عايز تنجز مهمة ما، ايا كانت المهمة دي هتاخد فيها قرار، هعرف اعملها ولا مش هعملها. حضرتك عندك مثلا، اقول مثال، انا عندي مقالة عايز اكتبها في موضوع ما وليكن مثلا عن التخطيط الشخصي. انا مش عارفة اكتب في الموضوع ده ولا لا. انا بفتح الكتاب وببص عليه بلاقي الكلام اللي فيه صعب بالنسبة لي او مش هيبقى سهل اللي هيسمعه او هيقراه، اتصفحه لمدة 7 دقايق وبعدها بقرر ان انا مش هكتب فيه. عايزة أقوم أنجز حاجة معينة في شغلي، أدي قرار في مشروع، هاخد المشروع ده أعمله ولا ما أعملوش. هبص عليه على البدائيات بتاعته، لو أنا قريت المشروع من البداية في المقدمة بتاعته وديت لنفسي 7 دقايق فيه ولقيته مش قدراتي بتقول إن أنا مش هعرف أعمله، يبقى ما كملش فيه، واخد قرار ان انا مش هعمله طالما مش هيضرني في حاجه. طبعا ده مختلف عن القرارات المصيريه اللي انا لازم اعملها يعني اعملها. في حاجات كتيره قوي في حياتنا بتبقى محتاجه يعملها يا ما اعملهاش. اقول انا مش عارف قلبي مش جايبني اعملها ولا لا، مش عارف اخد قرار فيها ولا لا. طب ينفع ترفض اي حاجه في ايدك من غير ما تعرف عنها؟ لو كتاب، لو مقال، لو موضوع، لو رأي، أي حاجة أنت عايز تاخد فيها قرار، قعد مع نفسك 7 دقايق وخد بعدها القرار لو أنت كنت مذبذب في أي حاجة. لو أنا هروح المشوار ده أو هنجز المشروع ده هيفيدني ولا لأ؟ هيفيدني يبقى بقعد خلال ال7 دقايق دول افكر انا لو خدت اول خطوه انا دي تم انجازها في الحاله دي، خلاص انا عديت اول صعب. طالما انت رسمت لنفسك اول خطوه عقلك بيديك اجابات لباقي الخطوات، واعرف ان الاجابات اللي انت بتوصل ليها ب7 دقايق هي مخزونك في عقلك اللاواعي، هو اللي بيرد عليك. لو عنده اجابات للي انت بتساله فيها يبقى انت هتعرف تكمل الطريق. لو ما عندوش هي بالنسبة له حاجة جديدة عليه بيستصعبها عليك، يبقى بيديك قرار ان انت مش هتكمل. زي ما انت بالليل قبل ما تنام بتقول لي يا عقلي انا بكرة بفكر في المشكلة دي، وبتنام وبتصحى بتلاقي المشكلة جالك الحل وانت نايم، او ساعة ما بتصحى تقول يا سبحان الله انا فجأة كده لقيت الحل جه على دماغي. لانك مجرد ما اديت الامر لعقلك اللاواعي انه يفكر في المشكلة دي هو ادالك بدايل. ده اللي بيحصل في الدقايق السبعة، ان حضرتك لو عايز تاخد قرار في اي حاجة
بتدي فرصة للفلترات اللي موجودة في عقلك تتفتح وتقول لك ينفع أو لا ما ينفعش. وصلت؟ أنا كده جاوبت على سؤال حضرتك؟ موضوع العقل اللاواعي هو طبعا مش موضوعنا خالص النهاردة عشان احنا الساعة 11 ربع وقت القاعة، لكن البرامج الخاطئة اللي في العقل اللاواعي ممكن تتصحح. لا انا ما عنديش مشكلة طبعا، لكن انا بس عشان انا مش عارفة القاعة يعني بيقعدوا معنا غير الساعة كام. بالنسبة لكل ما هو سلبي ممكن يتصحح، طبعا انا مختصة في التنميم بالإيحاء، وبيبقى ان انا بغير الفلترات. حضرتك بتبقى قادر انك تدي رسائل ايجابية لعقلك صحح بيها كل اللي هو غلط جوه، كل اللي ما ينفعش هيكون هينفع، كل اللي ما اقدرش اعمله هتقدر تعمله. اشحن نفسك ايجابي، كل ما انت بتشحن نفسك ايجابي بتلغي كل برمجة سلبية جواك. معايا استاذ اسلام؟ يبقى بصحح المفاهيم عن طريق ان انا بدي العفو يا استاذ، ان انا بغير البرمجه السلبيه وببدلها ببرمجه ايجابيه. اي سؤال تاني لرواتنا؟ شكرا ليكم، هتوحشوني، 3 ايام معاكم ان شاء الله، اشوفكم تاني لو في اي سؤال انا معاكم. شكرا جزيلا لرواد القاعة، وشكرا للقائمين على قاعة أكاديمية منطقة دارين. التعليم المجاني عن بعد فعلا فعلا إنجازات رائعة. القائمين قايمين بأعمال ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم وينفع بيكم يا رب العالمين. أشكركم لاستضافتكم وأشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.